بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. تغطيتنا الحصريه لنهائي بطوله المنطقه لكره السله سيدات بين الاهلي والجزيره على صاله الفرعيه بستاد القاهره. المباراه ستقام الساعه 6:00، يعني بعد ساعه من الان. قبل ما نتناول المباراه طبعا فنيا وتحليلنا وتوقعاتنا للمباراه سواء للنادي الاهلي ونادي الجزيره، بحب ارحب بضيوفي اللي في استوديو، الكابتن عليا محمود نجمه منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، واحد طبعا اللاعبين اللي لعبوا في امريكا في دوري الجامعات، وايضا هي عضو من اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر كره السله السيدات. اهلا بك يا كابتن عليا. منورانا، وان شاء الله يعني يبقى يعني ليله كويسه وتبقى يعني مباراه يستمتع بها الجماهير ان شاء الله. برحب بضيفي الكابتن اسلام علي، نجم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر ومدير فني فريق الشباب 20 سنه في النادي الاهلي حاليا. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن هيثم، منورنا، وان شاء الله يبقى مباراه حلوه نستمتع بيها كلنا ان شاء الله، وبالتوفيق فريق الباسكت ان شاء الله سيدات. في البدايه لازم نستعرض مع حضراتكم مشوار الفريقين. اروح طبعا لكابتن عليا. كابتن عليا، يمكن طبعا كان الفريق ده والفريق ده ليه مشوارين، يمكن مشوار النادي الاهلي كان اصعب شويه عشان كان عندنا مباراه بيست اوف 3. يمكن لو تسمحي حضرتك تستعرضي مع الساده المشاهدين مشوار الفريقين. تمام. هو طبعا حصل توقف عشان الكورونا والكلام ده، فده يمكن عمل شوية تأجيل للماتشات، وفرق راحت وفرق لعبت وكل الكلام ده كله. فكان عندنا فرقة الجزيرة حصل لها، كان معايا كابتن فتحي عبد العزيز لغاية قبل الكورونا، وجالهم كابتن عماد بعد لما الرياضة رجعت شوية والكلام ده، من شهر 7 بعد استئناف القرار الدولة باستئناف النشاط. بالظبط بالظبط. فكان عندهم يعني يدوبك فرقة الجزيرة بكل العناصر الجديدة اللي جات لهم، بكل الصفقات الجديدة والكلام ده، طبعا كأنهم فرقة جديدة بتبدأ من الأول كحال كل الفرق يعني في مصر. صحيح. فهم كانوا بدأوا مع التأمين، مع مصر للتأمين، وفازوا عليهم واستنوا بقى اللي يجي لهم. يعني الاهلي كان مشواره ولعبوا ماتش واحد ولا لعبوا ثلاث مباريات زينا؟ يعني راحوا على ثلاث مباريات ولا لعبوا؟ لا لا لا، لعبوا ماتشين بس. ماتش واحد. لعبوا ماتشين. تمام. يعني هي كان سكتها مصر للتامين. وبرده عايزين نذكر الساده المشاهدين، الثالث والرابع النهارده بتلعب برده قبلينا، بتلعب دلوقتي بالزبط. مصر التامين وهليوبليس. دي هتبقى مباراه شيقه جامده جدا. يا الجزيره كان في طريقها هو مصر التامين. طب بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان قدامه فرقه هليوبليس، طبعا فريق محترم برضو جدا. كابتن ايهاب كان شغال معاه من بدري شويه، اتضاف عليه لوكس محترفه الاهلي اللي كانت مع فرقه الاهلي، فعملت فرق طبعا مع فرقه هليوبليس. وكان اوريدي كابتن ايهاب شغال مع الفريق من قبلها وحصل على كاس مصر بالفرقه، فزاد كمان عليهم المحترفه، اتشالت محترفه راحت سبورتنج وجت لوكاس بدلها. فالماتش كان جامد جدا على ملعب هليوبليس، ماتش الاهلي وهليوبليس. قدروا ان هم بعد اكسترا تايم يكسبوا، وبعدين لما لعبنا تاني يوم طبعا في الاهلي قدر فريق الاهلي ان هو يعني صحيح. يكسب. طب خلينا توقف عند نقطه اسلام، يمكن اتحاد كره السله او منطقه القاهره لعبت البطوله دي بتاعت السنه اللي فاتت. تمام. والاتحاد او المنطقه، خلينا نتكلم عن المنطقه، قالت انه بدليل ان لوكاس لعبت مع هليوبليس، فاذا لعبوا بالقائمه الجديده، فده ادى للفرقه اريحيه ان هي نفس اللعيبه اللي هيلعب بيها الموسم الجديد هي اللعيبه اللي هيلعب بيها البطوله دي. فبتهيألي الموضوع ده كان احسن، لان طبعا اتحاد كره اليد خد قرار معاكس تماما لهذا، قال نلعب بالبطوله او نلعب بيه القائمه القديمه. شايف القرار ده ازاي؟ هل ده يساعد الفرق او يحفز الفرق انها تلعب البطوله دي؟ لا، هو القصه كلها التغييره دي مميزاتها جت في الموسم الحالي، لكن عيوبها كانت في الموسم اللي فات. انت كملت الموسم اللي فات بقائمه مختلفه، فطبعا في تجانس وفي حفظ شغل وفي لعيبه مثلا مكمله معاك الموسم وهي عارفه ان هي بعد شهرين رايحه. يعني مثلا المحترفه بتاعت الاهلي السنه اللي فاتت كملت معاك الموسم وهي خلاص الموسم بيخلص وبتلعب ضد هليوبليس اللي هي هتلعب معاها السنه الجايه اللي هو السنه الحاليه، فهي عمليه لخبطه. لا ولا هي هو موسم استثنائي، يعتبر استثنائي طبعا. ويعني اللعيبه حتى لما اتنقلوا منطقه القاهره رجعت لعبت بالقوائم الجديده مش القديمه. ما تقدرش يعني تحكم على الموسم اللي فات لانه مليان لخبطه. طبعا يعني العامل الاساسي في اللخبطه في الموسم اللي فات موضوع الكورونا والتوقف والكلام ده، والمده طالت قوي، فحتى بقى اتحاد السله مش عارف ياخد قرار يكمل بانهي قائمه، وفتره التسجيلات خلاص قربت. لا بس عايز اقول لك كابتن، اتحاد السله كان موقفه باين من البدايه، قال لك هلعب بالقوائم القديمه. تمام تمام تمام. لا بس مش مهم كمان، بس هو القائمه القديمه توقيت اللعب، ان اول ما النشاط رجع لعبنا على طول. تمام. يعني السله انت لازم تبقى مجهز بقى هتلعب بمين، بس ما ينفعش اقعد اربع خمس شهور دلوقتي وارجع العب بقائمه جديده. انا بس يعني الحته دي اللي كنت عايز اقول، ان اللعب بقوائم جديده
ساعدت الفرق وحفزتهم ان هم يلعبوا في بطوله القاهره. صح بس بطوله المنطقه دي المفروض ان هي تكون اول بطوله في الموسم. وده اللي ما هو السنه اللي فاتت ما كانش هي المفروض ده. فبسبب نفس الظروف ما هو اجمالا كله كان لخبطه. عايزين يلعبوا بقى الدوري والكاس المرتبط فوقفوا المنطقه. عايزين يلعبوها في وسط الماتشات مفيش وقت يلعبوها في وسط الماتشات فاضطروا يلعبوها في اخر الموسم. جه في اخر الموسم حصل الكورونا وتوقف الكلام ده فبيستأنفوها السنه دي. يعني دي الفاينل الاهلي الجزيره ده بتاع الموسم اللي فات. طب كابتن خلينا نرجع للفريق فريق نادي الاهلي. عايزين بس نعرف النهارده ان شاء الله التشكيل اللي هيلعب ايه. 12 لعيبه معانا ان شاء الله وعايزين برضو نبرز الاماكن والمراكز وافضل اللاعبين ان شاء الله النادي الاهلي بيعتمد عليهم. احنا قيمتنا 16 لعيب 16 لعيبه بقى طبعا عشان نتكلم على السيدات. فيهم 4 اصابات مش معانا الفتره الحاليه بس قريب ان شاء الله هيبقوا موجودين معانا. يتبقى 12 لعيب احنا هنقولهم بالترتيب المراكز وبعدين نبقى نتكلم على التشكيلات وكده. ترتيب المراكز رنا علاء رضوى محمد رنا نبيل دول بوزيشن 1 هنت بس بوزيشن 1 اللي هو صانع الالعاب رنا نبيل بس هنت كده ان هي جايه لنا من سبورتنج السنه دي من الصفقات الجديده. تمام. نيجي بعديها دينا عمرو وسرايا نجوم الفريق وبوزيشن 2 او مركز 2 حبيبه حاتم رضوى علاء مركز 3 رضوى علاء دي برده من هنت ان هي لعيبه تحت 18 سنه ودي من الحاجات الكويسه جدا ان انت بتصعد لعيبه شاركه على المستوى بتلعب على فاينل بطوله مع الجزيره. والقايمه معانا والقايمه معانا هي على الشاشه. تمام. في قايمه الفريق. تمام. في مي حلوه برده من ضمن الصفقات الجديده جايه من سبورتنج كابتن نادي سبورتنج سنين وكابتن منتخب مصر ومعروفه بوزيشن 3 و4 جالنا مصطفى بوزيشن 4 و5 نادينا ابو فتوح بوزيشن 5 كايلا محترفه الفرقه ودي طبعا يعني من اسباب المكسب ان شاء الله السنه دي بتلعب بقى في بوزيشن 3 و4 و5 لان هي مفتاح لعب ربنا يحميها يا رب. وفي الاخر سلوى هاروندي بوزيشن 5 دول 12 لعيب مع الاربعه المصابين ان شاء الله يرجعوا قريب بالسلامه. الاربعه المصابين طبعا يعني انا عايز اقول لك ان احنا فرقه الفرسين بنات دول لو القايمه بتاعتنا كامله بالاربعه المصابين دول اعتقد يعني ان مش فرقه تكسبنا ان شاء الله هيبقى الموسم كامل يعني. كابتن اسلام اسمح لي اعرف الساده المشاهدين ان شاء الله مباراتنا مذاعه على شاشه قناه النادي الاهلي باذن الله وايضا مذاعه على اليوتيوب شانل ان شاء الله. اللي مش هيقدر يشوفها على قناتنا يقدر يشوفها على اليوتيوب شانل لقناه النادي الاهلي برضو ان شاء الله حاطينها على الانترنت بحيث ان اي حد يقدر يتفرج عليها. طب كابتن علي يمكن اجيلك لنادي الجزيره. نادي الجزيره يمكن عنده ازمه شويه في اللاعبين عنده ازمه في الصفقات كلمينا عنهم اخبارهم ايه من افضل اللاعبات التشكيل النهارده ايه. تمام. هم برضو حصل شويه انتقالات راحت لهم ريم موسى هي بلاي ميكر المنتخب وكانت في جامعه في امريكا برضو ولعبت احترفت في اوروبا كتير فبرضو خبره. ريم يعني كانت في سموحه بتاعت السنه اللي فاتت ريم كانت في سموحه السنه اللي فاتت واتنقلت راحت الجزيره. طب هي انا كنت سامع انها مصابه وكده اخبارها ايه دلوقتي بتلعب بتشارك موجوده تمام الحمد لله موجوده. وعندنا شازا كانت مسافره تركيا برضو هي في المنتخب طول عمرها بلاي ميكر برضو بس هم بيلعبوا جنب بعض يعني انا رحت حضرت لهم كذا ماتش هم الاثنين بوزيشن 1 هم الاثنين بلاي ميكرات بس بيلعبوا جنب بعض بيشغلوا بعض كويس جدا يعني بيمسك الملعب الثاني بيروح بوزيشن 2 بالظبط معاهم انجي عامر بوزيشن 4 هي بتعمل ريباوند كويس جدا رنا همام كابتن الفريق عندهم زينه البرقي كانت اصلا من ناشئين الاهلي وكانت في سبورتنج السنه اللي فاتت وراحت الجزيره السنه دي شوتر كويس جدا شوت 3 بوينتس كويس جدا. عندهم ايمان خالد وكريمان ناشئات الاهلي برده نفس الكلام وكانوا في الجزيره. ايمان يمكن لسه راجعه كانت عندها صليبي بس ان شاء الله باذن الله تشارك يعني وتبقى كويسه. عندهم رضوى سالم بيفوتات منتخب مصر ونادي الجزيره طبعا برده نفس الكلام هيبقى تحت الباسكت في شغل جامد بالنسبه لرضوى. عندهم جانا بركه كانت لعبت هي اصلا تحت 18 نفس البوينت اللي كابتن اسلام قالها انه الناس يعني كابتن عماد وكابتن علي مطلعين الناس بتوع 18 سنه وجانا كانت في منتخب 18 سنه اللي لعبت خدت تاني افريقيا. عندهم جانا الشامي ونورهان برضو نفس الكلام هيساعدوا تحت الباسكت. وفي بقى المحترفه شاندرا بتلعب 4 و5 دي اللي كانت معاهم السنه اللي فاتت يا كابتن ولا لا دي محترفه جديده دي جديده خالص اتفرجت عليها اقل بكتير معلوماتنا اقل بكتير عن المحترفه كانت موجوده مع الجزيره السنه اللي فاتت بالظبط طب انت شفتيها يا كابتن اتفرجت عليها بحكم وجودك في منتخب مصر او الجهاز الفني في منتخب مصر رحت اتفرجت عليها في ماتش يعني كويس بس اكيد هتساعد اكيد يعني اكيد طبعا اكيد طبعا هتساعد بكل المقاييس بس هو يعني في حاجه ان فرقه الجزيره طول عمرها بصرف النظر في غيابات او مفيش غيابات دايما بيمشوا الماتش يعني دايما بيبقى ماتش زي ما بنقول
تقيل تقيل شويه. لانه يعني فاحنا ما نقدرش نستهين بالناس الموجوده او اللعيبات. يعني كنت ده سؤالي الثاني، يعني انت شايف حضرتك بعد ما استعرضنا الفريقين وشفنا اللاعبين واللاعبات والمحترفين، انت شايفه الماتش يعني في نديه وهيبقى ماتش مقفول شويه؟ هو طبعا احنا في الباسكت طبعا زي ما حضرتك عارف يعني ان لو احنا بصينا للورقتين او بورقه وقلم كده الفروقات طبعا مايل، يعني الموضوع مايل ناحيه الاهلي، بس احنا لازم بندي للخصم طبعا كل احترام واكيد. بالظبط بالظبط كده. فاحنا نادي الجزيره ليها تاريخ كبير يعني. بالظبط كده، نادي الجزيره وكابتن عماد كابتن طبعا ذو خبره خطيره في الباسكت. طب ما حضرتك الجهاز الفني برضو نادي الجزيره انا استعرضه طبعا حضرتك. عندنا كابتن عماد موسى مدير فني، المساعد كابتن مصطفى، وكابتن سلمى نجيب مدربه واحصائي، ودكتور عبد الغني دكتور، والاداري كابتن هيثم. طب الجهاز الفني يا كابتن اسلام لينا في النادي الاهلي. كابتن علي هاشم طبعا مدير فني، كابتن كريم اسماعيل مدرب عام، كابتن احمد ابراهيم مدرب مساعد، كابتن ايهاب كونجا مخط احمال. وكابتن ايهاب كونجا تحديدا انا شايف ان يبقى ليه دور كبير جدا جدا في مكسب السنه دي جميع البطولات ان شاء الله. ايه السبب؟ مخطط احمال عالي الفكر وعالي الجوده، عارف شغله كويس جدا جدا جدا، بيعرف يوقف فرقه على رجليها. بحيي كابتن علي هاشم على الاختيار بصراحه، يعني كابتن اكرم الشوباجي احصائي، كابتن موسى علي طبعا مدير اداري الفريق، كابتن ماجد اداري الفريق. طب كابتن اسلام عايز يعني نركز شويه على المحترفين بقى، يعني كايلا عايز اتركز عليها شويه. يمكن كايلا خليني بس استعرض مع الساده المشاهدين، احنا معانا احصائيات مباراتين هليوبلس اللي كانوا قبل المباراه دي، وبشكل كبير بنشوف ارقام اللعيبه. يمكن هركز على كايلا ليه المحترفه الامريكيه بصفوف النادي الاهلي، لان هي عملت ارقام يعني الحقيقه ما شفناهاش قبل كده، وانا كنت نوهت عندها في حلقتنا اللي فاتت من الابطال. يمكن هتكلم عن الماتش اللي حطت فيه او الماتش اللي قبل اللي فات اللي خلص اكسترا تايم في هناك في الملعب او صاله هليوبلس، حطت 51 نقطه. خليني بسرعه سريعا، ان هي لعبت 45 دقيقه، حطت او يعني توتال من الـ من الـ من محاولتها اللي هو الفيلد جول، حطت 18 محاوله ناجحه من 28 محاوله، يعني بنسبه 64%، ويتش از رقم عالي جدا، نسبه عاليه. محاولتها الصحيحه على الحلقه يعني لما 64%، دي ارقام حتى ما بنشوفهاش في الام بي اي، يعني في الام بي اي ما بنشوفش الارقام 64%، نسبه الفيلد جول دي بتبقى حاجه عاليه جدا. نخش في 3 بوينت، هنقسم بقى الفيلد جول لنقطتين وثلاثه، او الباسكت بنقطتين و3 بوينت اللي هي الرميه الثلاثيه. حطت 15 محاوله 2 بوينتس من 20، متخيلين النسبه 75%، نسبه عاليه قوي قوي ما شاء الله. يعني احنا مش عايزين نحسدها، لعيبه جامده جدا، وانا هحلل الارقام دي مع ضيوفي، ولكن اقولها لكم سريعا. يعني نسبه الثري بوينت حطت 3 من 8، برضو انت هتقول نسبه بعيده، لا النسبه 37.5%، دي نسبه عاليه جدا في الام بي اي، نسبهم ما بين ال 30 وال 40%، دي 37.5%. عندنا الفري ثرو او الفاول او الرميه الحره 12 رميه حره من 16، ودي عاليه برضو نسبه 75%، نسبه عاليه جدا. طبعا عملت ريباوند 18 ريباوند، ده رقم برضو يعني ارقام دي انا ما بسمعهاش كتير، 18 ريباوند في البنات رقم عالي جدا. عندنا الاسيست 3، التيرن اوفر 3 بس، ما عملتش كور مقطوعه غير 3، 51 نقطه. يمكن كابتن عاليه يعني انا حبيت بس بسرعه اقولها للجمهور، تعليقك على الارقام دي متهيألي ما سمعناهاش قبل كده. طبعا هو طبعا هي لو احنا رجعنا بصينا، احنا جايبين برضو محترفه السنه دي مستواها عالي جدا. صحيح. جدا. هي لعبت بتلعب في الدبليو ام بي اي، كانت في دالاس وينجز، فبرضو يعني في الباسكت هناك في حته ثانيه يعني. صحيح. مختلف تماما. صحيح. فهي حتى لو حضرتك بصيت، انا اتفرجت عليها في الماتشات، انت هتلاقيها بتعمل الارقام دي هي اصلا مش عامله مجهود. الله. يعني هي بالظبط كده. هي كل الارقام دي بس هو الحقيقه مفيش مجهود. بس هو عامه نسبه 3 بوينتس انا يعني ما اقدرش اكون قاعده مع كابتن اسلام ومع كابتن هيثم السعيد وانبهر بنسبه لا 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 بس يعني لا بس على مستوى السيدات الارقام طبعا طبعا اكيد اكيد. انا بس كان لازم اقول يعني انتوا مش عايزه اكبركم يعني، بس انا طبعا كنت بتعلم منكم انتوا الاثنين طبعا يعني. انت لعيبه كبيره طبعا ولعبتي على مستوى عالي في الجامعات حتى لما رجعت مصر. طب خلينا 51 نقطه ايضا برضو رقم كبير، خاصه ان الفرقه ساعتها كانت حاطه كابتن يعني كام، كانت الماتش كله 93 يعني 51 من 93 مور ذان 50% من السكور. والكايلا عندنا على الشاشه، طب اللي بيميزها ايه؟ يعني خلينا نقول انت يعني محلول. يعني كانك يعني هنقول انت يعني فرد من الجهاز الفني في نادي الجزيره، ايه اللي بيميزها وهتعملي ايه في الارض الملعب؟ هي نمرة واحد، قوة جسمانية غير طبيعية ما شاء الله ما شاء الله، عشان ربنا يحفظها. هي قوية جدا جدا، بتلعب دي لقطات ليها يا جماعه رقم 25 او رقم 25. بالظبط بالظبط. اتفضلي يا احنا كمان لازم نقول ان ده كان اول ماتش
يعني هي كمان لسه مش متعودة على الفريق. لما الماتش التاني حتى تاخده 40 قلت شوية قلت شوية 41 كبير جدا 42 أنا آسف 42 فهي نمرة واحد هي قوة جسمانية ما شاء الله كويسة جدا، نمرة اتنين عندها حلول فردية كويسة جدا جدا جدا، يعني هي لما لقت الفرقة شويه بتعطل شويه في الماتش قدرت بالظبط قدرت تخلص هي وبتخلص زي ما قلت لحضرتك بالظبط سهله جدا، هي رايحه على الباسكت ايزي باسكت، مش كل ما الباسكت يعلى يا كابتن انت عارفه كده كل ما تبقى انت حلولك في الملعب ايزي خالص بالظبط. يعني انت شايفه كجهاز فني نادي الجزيره صعب يوقف كايلا، يعني صعب يبقى ليها حلول. صعب جدا. طب اسلام يعني انت متفق مع علي على الكلام ده ولا شايف ان ممكن؟ يعني بشكل عام ممكن، يعني ممكن ابقى متفق معاها، لكن بشكل خاص لا، احنا اتعودنا ان مفيش حاجه اسمها كده في الباسكت، يعني الملعب هو الفيصل. بمعنى يعني على مستوى الارقام، كنا لسه بنتكلم على مستوى الارقام، لما تيجي تتكلم على الارقام مثلا بطوله المنطقه اللي احنا هنلعب فاينل بتاعها دي، احنا حامل لقب السنه اللي فاتت تمام ماشي، الـ الجزيره في المنطقه السنه اللي فاتت ما وصلش نهائي، ما وصلش نهائيات اصلا. انا بديك بس ارقام عشان بس نعرف الفرق على بالورقه والقلم. طيب. ايه معاك، لكن انا هرجع اقول لك لا، الملعب حاجه ثانيه. طيب. السنه اللي فاتت، الموسم السنه اللي فاتت احنا بطل دوري عام، دوري الجزيره سادس دوري عام تمام او خامس بعيد يعني عن المنافسه، احنا بطل دوري مرتبط، الجزيرة تاني دوري مرتبط، خسر من الاهلي في الفاينل 3-1 تمام. حتى البطولة الوحيدة اللي خسرناها السنة اللي فاتت خرجنا من الجزيرة في دور الثمانية في كاس مصر، هم تاني مرة يعني تاني يوم على طول خسروا سيمي فاينل من سموحة، بقى الفاينل سموحة واليبلس. صحيح. فبالورق والقلم وحامل لقب جميع اليبلس. المواجهات ما بين اهلي وجزيرة سيدات السنة اللي فاتت لصالح الاهلي فيما عدا خسارة دور الثمانية كاس مصر، والجزيرة بعدها خسر سيمي فاينل. لا وفي في النهايات الدوري المرتبط خسرنا ماتش 3-1 خسرنا يعني بس المحصلة ان احنا كسبنا الجزيرة في في في, في دوري مرتبط. فاللي عايز اقوله بالورق والقلم لا، في فرق كبير ما بين نتائج الاهلي والجزيرة لصالح الاهلي على مستوى السنة اللي فاتت. طبعا. ولكن مش ده مش معناه ان الموضوع محسوم، ده مش معناه ان خلاص احنا نحط بطيخه في بطننا وان الماتش محسوم، لا، الوضع النهائي مختلف تماما. ما تنساش ان في صفقات جديده في فرقه الاهلي وفرقه الجزيره، فالتجانس هيعمل دور يعني دور كبير. يعني انا شايف ريم موسى لعيبه يعني طبعاً كويسه جدا طبعا طبعا ظابطه التيمبو، وحسيتنا ان لعبت على المستوى الاوروبي وكده. فريم موسى الحقيقه من او حتى مع نادي الاهلي عملت شغل كويس، ريم موسى فوجودها مع نادي الجزيره اكيد هتقلل التشكيلات برضه يا كابتن هيثم. التشكيلات انا ممكن العب بتشكيل يصعب المهمه على النادي الاهلي. يعني مثلا انا عندي مثلا في فرقه الجزيره معلومات اللي احنا عرفنا نوصل لها ان رضوى سالم مثلا بوزيشن 5 والمحترفه بوزيشن 4-5 تمام، لو لعبهم جنب بعض يبقى في اطوال وفي ريباوند هيروح، ففي تشكيلات كده معينه ممكن كابتن طبعا كابتن عماد موسى خبير في مجال البيانات ويعرف ازاي يدير جيم فاينل وبتاع، فالموضوع مش بالبساطه اللي احنا بنتكلم على الورق والقلم. بالورق والقلم في افضليه كبيره للاهلي، لكن الملعب حاجه ثانيه خالص. برافو عليك، ده اللي عايز اقوله. صح، ده كلام مظبوط. وخليني برضو ارجع لاحصائيات مباراه سبورتنج دي، لان برضو دلت على شيء. يعني هنشوف ارقام ثريا، ارقامها برضو عاليه جدا، يعني هي حاطه 21 بونت، وده احد المباريتين اللي فاتوا اللي هم مع نادي هليوبلس اللي احنا خسرنا فيه فرق يعني كان كام، كان فرق باسكت وكان بعد اكسترا تايم. خليني بس اقول ارقام ثريا برضو، لان ثريا من احد اللاعبات المهمه جدا على المستوى المصري وعلى المستوى الافريقي والعالمي كمان. هي حاطه 21 نقطه، حاطه 39 لعبه 39 دقيقه، 18 الفيلد جول، 18 محاوله على الباسكت جابت 8، نسبه 44% برضو نسبه عاليه جدا في الفيلد جول. عندنا في التو بوينتس حاطه 5 من 10 50% نسبه عاليه برضو. عندك في الثري بوينت 3 من 8 نفس نسبه كايلا 37.5%. طبعا عامله ريباوند 3 ريباوند بالنسبه ل 5 ريباوند بالنسبه لمركزها، ده شيء كويس جدا. وطبعا الايفالويشن بتاعها 19 21 نقطه. يمكن كابتن اسلام مجموع ثريا والماتشين ثريا وكايلا بيبقوا تقريبا حاطين 80% من السكور. طبعا ده ظروف ماتش، اكيد ممكن ماتشات ثانيه تتغير. شايف الكلام ده ممكن النهارده يحصل ولا لو وارد؟ طبعا يحصل وارد، بس في عامل توفيق. يعني انت يعني انت راجل طول عمرك كنت شوتر، هل ده معناه ان انت تطلع تشوت الثري بوينت ولو فاضي خالص هتجيبها؟ لا طبعا، في توفيق طبعا. فوارد يبقى الماتشين دول الارقام دي في توفيق، ماتشين ثلاثة في توفيق، وارد النهاردة يبقاش في توفيق. فالمعيار عموما ماشي مقبول، إنما هرجع وأقول لك برضو ماتش الفاينل له حسابات تانية خاصة. صحيح. في لعيبة متعودة تلعب فاينل، في لعيبة بتوصل فاينل مستواها مش زي الأبطال قبل كده، مش القصة كلها ضغط
ومسؤوليه، فحسابات الفاينل طبعا يعني. طبعا عشان كابتن عليها حتى بتاكد الكلام، يعني ممكن مع ماتش فاينل يا كابتن المستوى بيقل لبعض اللاعبين، ولا احنا عندنا الخبرات دي؟ لا لا طبعا احنا عندنا الخبرات وكل حاجه، بس دليل على تكمله لكلام كابتن اسلام ان فرقه الجزيره لما هو عدل الماتشات هم بيقدروا يلعبوا الماتشات الكريتيكال حتى لو احنا بورقه وقلم. دي اهم نقطه انا بتكلم فيها، بيعرفوا يلعبوا الماتش الكريتيكال، ان هم يلعبوا ماتشات فاينل ماتش كاس ماتش كاس في ملعب الاهلي، ويلعبوا فرقه الاهلي وفي جمهورنا وفي الناس بتتفرج وفي كل الكلام ده، ويخطف مننا ماتش في الاهلي، ده طبعا حاجه مسكور كمان بالظبط. يبقى ده تاكيد لكلام اسلام بالظبط كده، هو ده تاكيد ان هم فريق بيعرفوا يلعبوا وبيمسكوا الماتش لاخر الماتش، بيفضلوا ماسكين الماتش. انت شايفه ماتش كلوز جدا ومحدش طبعا، بس انا لازم اذكر طبعا غياب ساره مسعود. ساره مسعود ربنا ان شاء الله يكمل لها على خير، هي حامل. ساره مسعود جزء كبير جدا من فرقه الجزيره، جزء كبير جدا 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 من فرقه البلاي ميكر الاساسي في الجزيره. بالظبط بالظبط بالظبط، هي كمان هي ممكن تلعب اربعه ماشي، تاخد على البوست وتلعب ماشي، يعني تلعب في كذا مركز، مفيده جدا للفريق. بالظبط بالظبط، مفيده جدا جدا. فغيابها طبعا يعني ده فعلا ما اقدرش اقول انه مش هياثر على نادي الجزيره، هو غيابها طبعا مؤثر جدا على نادي الجزيره، هيريحنا شويه، هي كان صعب جدا ماسكها ساره. بالظبط، كانها لعبة محترفه معاهم تاني. بس ريم موسى بوزيشن 1 في الجزيره حاليا بنفس تقل ساره تقريبا. طب خليني انا برضو عايز اروح معاكم لمنطقه تانية، عايزين نروح للدفاعات والهجوم بقى، خلاص اتكلمنا على الفرق انديفيدوال، ولكن خلينا اطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع عشان نستكمل مع ضيوفنا التحليل الفني سواء دفاعا او هجوما، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن اسلام، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفرقه از انديفيدوالز، لعيبه فرديه والكلام ده، نتكلم از تيم. يمكن النادي الاهلي بيحب يلعب ايه في الدفاع، بيلعب ايه في الهجوم، يعني كلمنا عن الفرقه وطرق دفاعها او طرق دفاعها وطرق هجومها كمان. والله وجهه نظري انا الشخصيه، يعني لو انا اللي ماسك الفرقه دي في ماتش فاينل زي ده على ملعب محايد، يعني الماتش في استاد القاهره الصاله الفرعيه مش في ملعبي، وبالتالي هو برده مش ملعب الجزيره، فممكن يكون نسبه التصويب للجزيره مش كويسه، مش حافظين الحاله كمان برده نفس الكلام يعني. بس انا قصدي اقول ان انا ممكن في وقت من الاوقات العب زون، بس مش في البدايه طبعا. يعني البدايه لازم تبقى مان تو مان، ولازم تبقى اجريسيف جدا، ولازم كمان انا وجهه نظري الشخصيه لو عندي فرصه اضغط من اول الملعب اضغط كمان في اول الجيم اضغط. بس دي بقى لو عندك تغييره كويسه يعني. ما هو احنا انا بقول الكلام ده ليه، لان احنا عندنا بدائل كتير برغم الاصابات اللي موجوده، عندنا اربع اصابات على اعلى مستوى، ولكن اللي موجودين برضو يقدروا يدوروا الجيم، ويقدر كابتن علي يعمل روتيشن كويس عن طريق الضغط. عايزك تقول الاصابات واصاباتهم ايه برضو عشان الساده المشاهدين. انا عندنا عندنا طبعا نادين السلعاوي دي رقم واحد في الاربعه المصابين. اصابتها تاكل في الغضروف يا كابتن متهيألي؟ لا الحمد لله ما طلعش تاكل في الغضروف، طلع حاجه بسيطه يعني ان شاء الله الحمد لله. هي بس سوء تصرف منها، عملت حركه كده بعد باسكت او بعد فوز جيم حاجه كده، بتتزحلق على الارض ستايل محمد صلاح، فركبتها على الباركيه فركبتها التانيت بزياده، فتعصر الغضروف شويه. فالحمد لله من الاشعاعات والكلام ده مفيش حاجه. الكلام ده عندنا في مصر ده هي ان شاء الله عادي، بس مش لازم عندنا لو حد احتفل بحاجه بعد كده بعد ما تجيب جون ترجع اتعلمت. اظن كده نادين اتعلمت يا كابتن. وان شاء الله الحمد لله هي بدات فعلا بالفعل تاهل، وان شاء الله في خلال اسبوع 10 ايام هتبقى في الملعب. حلو ان شاء الله. النور علي طلعت طبعا دي اللي اصابتها كبيره شويه، البيفوت اساسي الفريق، ربنا يعافيها يا رب ان شاء الله. حادثه عربيه دي قدامها مده طويله، يعني مش طويله قوي، يعني بتتكلم في شهر شهر ونص ان شاء الله، بس هترجع يعني كله تمام. عملت العمليه وكله تمام، الصفقتين بتوع نادي هليوبلس فريده وائل ونهى شتا. نهى شتا كورونا ربنا يعافيها، هي خلاص اتعافت يعني، بس طبعا لازم فتره كده تبقى معزوله. وفريده وائل اصابه يعني صعبه شويه تيجي، بس يعني هي كسر في الانكل، يعني هو سبلين انكل جامد قوي، فحصل كسر وعمليه. خلاص هي خلاص يعني هي بتاهل، ولكن الاربطه في الانكل بتبقى اهم من العظم. العظم ممكن يلم بسرعه، هي حاليا بتاهل خلاص ان شاء الله برضو قريبا. فالاربعه دول لعيبه، الاربع لعيبه سوبر. عشان كده كنت في بدايه كلامي بقول لك لو احنا فول تيم كاملين من غير اصابات، مش المنطقه، لا ان شاء الله الموسم كله وان سايد جيم صحيح.
فان شاء الله يعني ربنا يعني انت كدفاعا انت بتقول ان لو او لو يعني بتقول ان كابتن علي هاشم ممكن يلجا في بعض الاوقات او انت بتفضل ده؟ انا وجهه نظري لازم يعني يروح لزون شويه عشان هو طبعا يعني الاستاد ده هم مش حافظين الحلق وزي نفس الكلام، فممكن لو لجا في وقت من الاوقات ممكن يجي له كورتين اروح احط كورتين فاست بريك. هو طبعا ادرى مني بفرقته كل حاجه، بس انا بتكلم بحكم متابعتي للفرقه او بحكم تحليلي من يعني من اجواء المباراه. لا انا شايف ان اقدر استغل حاجه زي كده ان انا العب فتره من فترات الزون. طب كابتن علاء عليا رايك نفس الكلام، هل يعني لو احنا لجأنا للزون في بعض الاوقات ده مفيد؟ هل لو احنا لعبنا مان تو مان خاصه ان هم عندهم بوينت جارد واحد شذا وريم اثنين بس برضه هيبقى مجهدين، شايفه كلام اسلام صح عليا ولا غلط؟ طبعا واحنا عندنا عامه الموضوع فليكسبل، يعني هنضغط هجمه اثنين ما قطعناش الكوره ما توفقناش هنرجع تاني ورا، يعني الموضوع في ايدينا. واحنا عندنا زي ما كنا حتى لسه بنتكلم رانا نبيل كانت جايه لنا من سبورتنج، هي ديفندر كويسه جدا فهتقدر تضغط على الناس من اول الملعب، وعندنا تغييرات. يعني طب علي قولي للساده المشاهدين برضو مين السبع صفقات اللي جم جداد السنه دي ومراكزهم برضو عشان الناس تبقى متابعه كل شيء عن الفريق. تمام، احنا عندنا رانا نبيل اللي هي بوينت جارد جايه لنا من سبورتنج وهي في منتخب مصر. كان عندنا رضوى نفس الكلام كانت جايه من نادي الغابه بس السيزون اللي قبله. عندنا حبيبه حاتم رجعت من امريكا، هي كانت في المدرسه سافرت فهي تحت 18 سنه من وهي تحت 18 سنه فهي اخر سنه هاي سكول رجعت برده فدلوقتي معانا واضافه كبيره جدا. ممتاز بالظبط. عندنا مي حلوه كابتن منتخب مصر كابتن نادي سبورتنج بالظبط خبره طبعا جامده وياما تعبتنا سنين دي طبعا حلوة. طبعا انا شخصيا ولعبت التنس كويس على فكره ان شاء الله شويه عايز اتفرج عليها النهارده والله ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا سلوى خمسيه من زهور من نادي الزهور ما شاء الله جسمها قوي جدا برضو وهتفرق جدا معانا، غير طبعا كايلا. عندنا نهى فريده من هيليوبلس دول تقريبا سبعه كده سبعه مظبوط ولا انا غلطان؟ بالمحترفه ثمانيه بالمحترفه ثمانيه. طب شايفه ده عدد كبير رقم كبير في الفرقه محتاجين ماتشات اكتر، يعني سبعه او ثمان لاعبات من اصل 14 لاعبه في القائمه يعني بما معناه اكتر من 50% من الفرقه تم استحداثها، وبرضه في لعيبه غدرت يعني برضه اللعيبه اللي مشت من الفرقه بالظبط. احنا يعني عندنا منار ايهاب وهاله راح سبورتنج تمام. النقطه ان احنا كل اللي بنتكلم عليهم جم ومشوا، كل دول قوائم المنتخب المصري تمام. فالموضوع تمام. ان حد يمشي ويجي حد بليفل يعني ببوزيشن تاني مختلف بلعب تاني ده طبعا الناس اللي ثابته مفيش مشكله. فعندنا انا قصدي اقول لك ان هو طبعا ده حاجه مكسب كبير ان احنا نجيب صفقات كويسه طبعا. ولكن محتاجين مباريات اكتر طبعا وهارموني مع بعض اكتر اكيد. وموضوع كمان التوقف بتاع الكورونا يعني خلى شويه في فرق لعبت، يعني الاهلي وسبورتنج كملوا لغايه اخر السيزون خالص لغايه ما لعبوا للاخر خالص بالظبط، وفي فرق بطلت طلعت من البلاي اوف بالظبط. فده حاجه ممكن تبقى حاجه اثرت على الاهلي شويه انه مكمل، بس في نفس الوقت كانت يعني انا بالنسبه لي لو انا مكان كابتن علي برضو دي حاجه مش وحشه ان اللعيبه لسه فت فريش بالظبط اللعيبه لسه فت فخدوا فتره صغيره غير برضو اثر مشكله شويه على الجزيره ان لعيبه الجزيره بقى قاعدين من قبل الكورونا فتره طويله ما لعبوش ماتشات بالظبط قاعدين فتره طويله بس ده سلاح ذو حدين يا كابتن بالظبط كده يعني ممكن يبقى حاجه عليك كويسه وحاجه وحشه بالزبط. ونفس الكلام بالنسبه لهم ممكن بالزبط. الراحه الزياده دي يخليهم متشوقين للباسكت اكتر بالزبط. فممكن ده تبقى حاجه كده او حاجه كده بالزبط. طب يعني قصدي اقول لك السنه دي كان موسم انتقالات غريب شويه بالنسبه للسيدات والناس لازم تبقى عارفه الكلام ده لانه اول موسم يتطبق فيه الاحتراف الحقيقي. كلامي صح ولا كان الموضوع ده مترتب له من السنه اللي فاتت؟ لا هو يعني كانت الناس عارفة من السنة اللي فاتت بس في تغييرات حصلت برضو في آخر وقت، يعني الناس كانت عارفة وزي ما كابتن إسلام قال إن هم كانوا بيلعبوا. بالنسبة للمحترفات مش بيبقى بالنسبة لهم قصة قوي إن أنا عارف إن أنا بخلص مع الأهلي وأنا بلعب ضد سبورتنج وأنا عارفة إن أنا بكرة هبقى مع سبورتنج بالظبط. بالنسبة للأهلي سوري كفي مصر إحنا برضو البنات والكالتشر بتاعتنا والكلام ده مش متعودين على القصة وإحنا ايموشنال قوي إن إحنا النهاردة هبقى ضد فرقتي هبقى إزاي ضد فرقتي هبقى الكلام ده. فالموضوع بدأ أهو أول سنة بس الناس بالذات اللي هم خلاص يعني انت كده كده لما فريق بيطلب لاعب فاللاعب ده بروفيشنال كفايه ان هو يقدر يفصل وان هو يقدر يعني بالظبط. فاحنا عندنا منار وهاله من الاهلي راحوا لسبورتنج بتكلم في فراحوا معاهم على طول. عندنا رنا عبد الظاهر راحت مصر للتامين وعندنا هبه راحت الزمالك تمام. فعندنا
وعندنا هاله شعراوي كمان راحت سبورتنج. هي ومنار. فكده في مجموعه مشيت ومجموعه جت. بالظبط. من هليوبلس من سموحه محترفه هليوبلس راحت سبورتنج، محترفه الاهلي راحت هليوبلس. يعني الموضوع لافت شويه. طب كابتن اسلام قول لي، يعني انت يعني ما زلت عند رايك ان المباراه كلوز جيم والموضوع مش من الارقام، الموضوع مش محسوم زي ما ناس كتير متخيله ان الماتش محسوم. طيب انت شايف هل البطوله دي اعداد جيد لبطوله المرتبط ولا شايف التوقيت ازاي؟ طب بس قبل ما ارد على سؤال حضرتك عايز بس اعقب وازود حاجه على كلام كابتن عليا في حته التجانس، ودي من ضمن الحاجات اللي مرتبطه بسؤالك اللي هي صعوبه الجيم، وده اللي قلته لك في بدايه كلامي ان الموضوع مش بالبساطه جدا. انت تدخل 7 أو 6 جداد على فرقه، الموضوع مش بسيط. والنقطه الثانيه برضو حته التاقلم اللعيب، ان هو بيكون بيلعب انا بلعب مع الاهلي دلوقتي وانا خلاص مضيت مع هليوبلس او مع سبورتنج، يعني مثلا هاله شعراوي مثلا ومنار كملوا الموسم مع الاهلي وهم ماضيين خلاص مع سبورتنج والاهلي عارف والدنيا تمام. الكلام ده حصل السنه اللي فاتت بس ما اعتقدش انه هيكرر تاني. ليه؟ لان هو بسبب التوقف كتير السنه اللي فاتت دخلنا في فتره القيد واتزنقنا في الوقت قوي فاضطرينا نعمل كده. طب خليني يا كابتن بس هرجع معاك لان الموضوع ده محتاج نتكلم بالتفصيل، بس خلينا نروح للزميل كريم احمد بالارض الملعب ونعرف الاجواء ايه والماتش التالت والرابع اخباره ايه شغال دلوقتي. مرحب بيك يا كابتن هيثم السعيد، كل التحية ليك طبعا ولكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، متواجدين بالتأكيد في استاد القاهرة ونهائي كرة السلة سيدات الأهلي والجزيرة وهي منطقة القاهرة. إن شاء الله بإذن الله الثلاثية تكتمل بإذن الله لفريق النادي الأهلي. إحنا عارفين يا كابتن هيثم طبعا إن النادي الأهلي حصل على دوري المرتبط ودوري السوبر، إن شاء الله بإذن الله بطولة المنطقة تكون الثلاثية مع الكابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الأهلي. في اللحظات اللي بنكلمك فيها يا كابتن هيثم دلوقتي يمكن مباراة الثالث والرابع شغالة دلوقتي، يعني نقدر نقول خلاص الكوارتر الأول والثاني خلصوا، بنبدأ الكوارتر الثالث. متقدم نادي هليوبلس 34-33، مباراة جيم قوي جدا وجيد جدا طبعا على صالة 3 هنا باستاد القاهرة، لكن كلنا في انتظار طبعا كبير جدا لهذه المباراة، مباراة الأهلي والجزيرة. استعدادات كانت على قدم وساق بالنسبة لي الكابتن علي هاشم وبطلات النادي الأهلي. فريق الجزيرة أيضا كمان فريق مميز جدا، هنشوف النهاردة جيم قوي جدا بالنسبة لي الفريقين، لكن بإذن الله كل التمنيات لفريق النادي الأهلي في هذه المباراة يحقق فوز كعادته إن شاء الله وكعادة كل لاعبات النادي الأهلي. منتظرين أيضا كمان يا كابتن هيثم يعني وجود بقى مجلس إدارة الاتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجد أبو فريخة، هنشوف النهاردة مين هيكون متواجد من أعضاء مجلس الإدارة، وأيضا كمان على الجانب الآخر أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي أكيد هيكونوا متواجدين النهاردة لدعم ومساندة فريق النادي الأهلي. كل الأمور الحمد لله ماشية بشكل طيب جدا بالنسبة للاستعدادات، لكن يتبقى بقى بإذن الله توفيق مع لاعبات النادي الأهلي اللي عندهم طموح وعندهم يعني إصرار كبير جدا إن شاء الله النهاردة إن تكون هذه المباراة من نصيب النادي الأهلي. أكيد كالعادة طبعا يا كابتن هيثم ومع كابتن الكبار في الاستوديو التحليلي طبعا كابتن إسلام علي وكابتن علياء محمود هنكون مستمرين معاكم لحظه بلحظه، بننقل كل الاجواء والكواليس ونقل خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي لمباراه الاهلي والجزيره من خلالك ان شاء الله يا رب باذن الله كل الدعوات بالتوفيق لفريق النادي الاهلي. انا معاك يا كابتن هيثم لو في استفسارات اتفضل يا كابتن هيثم. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا. يعني الحقيقه زي ما احنا شايفين الثالث والرابع شغال. طب كريم قول لي يمكن اللاعبات وصلوا لارض الملعب ولا لسه برضه حاجه تهمنا؟ يعني احنا شايفين في الخلفيه لاعبات النادي الاهلي، هل كلهم وصلوا موجودين؟ هل نادي الجزيره ايضا وصل ارض الملعب ولا لسه؟ بالتاكيد يا كابتن هيثم يعني كلا الفريقين متواجدين من اكثر من ساعه ونصف، يعني بيتواجدوا طبعا وبيشاهدوا هذه المباراه سواء لاعبات النادي الاهلي وايضا كمان لاعبات نادي الجزيره، لكن بنتمنى بقى الجيم ما يطولش شويه لان عايزين نشوف الجيم القوي جدا بين الاهلي والجزيره. لكن باكد لك اللاعبات متواجدين من اكثر من ساعه ونصف، متواجدين داخل الصاله 3 اللي هتستقبل مباراه النهائي نهائي منطقه القاهره بين النادي الاهلي والجزيره. ان شاء الله باذن الله كل الظروف والعوامل والمناخ والطقس وكل حاجه ان شاء الله تكون مع فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. طب كريم قول لي الثالث والرابع احنا في الشوط الكام دلوقتي، يعني عشان نقدر بالتقريب نعرف يعني المباراه هتبتدي كام او مباراتنا هتبتدي كام ان شاء الله؟ يعني احنا في الكوارتر الثالث يا كابتن هيثم، يعني لسه الكوارتر الثالث بقاله دقيقه او دقيقه ونص لسه بادئ، يعني ان شاء الله باذن الله بقى ما يطولش عن كده. هو الجيم يمكن جيم سريع زي ما احنا شايفين طبعا او يمكن كنا متابعينه من خلال اول ما تواجدنا، طبعا يمكن المباراه انطلقت الساعه 4 عصرا، الجيم سريع ان شاء الله باذن الله يعني الساعه 6 ما تيجي باذن الله يكون المباراه انتهت ويكون لعيبه النادي الاهلي ولاعبات نادي الجزيره بيسخنوا باذن الله، المباراه ما تعديش بعد الساعه 6 ان شاء الله باذن الله. طب كريم انا شايف ان في بعض الحضور، هل الحضور ده جماهير ولا الحضور ده يعني عائلات واسر اللاعبات؟ يعني الحضور اللي موجود في الصالة يعني انت تصنفه ازاي؟
الحقيقه طبعا يعني يمكن مؤازره مهمه جدا، لكن كلها اولياء الامور طبعا واسره كره السله. انت عارف طبعا يا كابتن عيسى، انت كنت احد النجوم، انت عارف السيدات بالتحديد او البنات بالتحديد يعني بيحتاجوا المساعده والمسانده الكبيره من اولياء الامور. انت يمكن القرار طبعا معروف ان المباريات بدون جمهور، لكن تواجد مكثف شويه لنادي هليوبلس اللي يمكن عامل جيم كويس جدا واولياء الامور متواجده ومحبي كره السله. لكن بنتمنى بقى الفتره اللي جايه باذن الله مع الموسم الجديد والسيزون الجديد يكون في بقى بعض من الجماهير سواء للنادي الاهلي او اي فريق. لكن انت عارف جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه طابع خاص. النهارده المباراه لو كان فيها عدد قليل من جمهور النادي الاهلي الامر كان هيكون مختلف بشكل كبير. بنتمنى ان شاء الله القادم يكون افضل، واتحاد كره السله باذن الله خلال المرحله القادمه يجد حلول بسيطه جدا يكون في عدد من الجماهير بتتواجد في مباريات كره السله. طب كريم، هل انت شفت حد طبعا من منطقه القاهره موجود، هل من مجلس الاداره، هل شفت حد من اتحاد السله؟ يعني كلمني عن يعني كبار المسؤولين في الانديه، هل في حد فعلا بدا يبقى موجود سواء الاتحاد او المنطقه او من الناديين، ولا لسه ما فيش حد وصل؟ يمكن حتى هذه اللحظه يا كابتن عيسى احنا منتظرين طبعا، يعني كنت لسه بقول لك من لحظات منتظرين يكون متواجد الدكتور مجدي ابو فريقه رئيس الاتحاد، المهندس محمد عبد المطلب نائب الرئيس، او ايضا كمان عدد من اعضاء مجلس الاداره. يمكن اللي لفت نظري بس النهارده من لحظات بسيطه جدا هي الكابتن رحاب الغنام، طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، يمكن كانت اول الحاضرين. كمان متواجد الدكتور ياسر نصير رائب رئيس النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. منتظرين بقى ان شاء الله زي ما باكد لك يعني حد من مجلس الاداره طبعا، وبالتاكيد يعني اللي على طول بيكون متواجد بشكل مستمر المعالي وزير العام الفاروق طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس الاداره. لكن حتى هذه اللحظه اللي متواجد من مجلس اداره الاتحاد المصري هي الكابتن رحاب الغنام، لكن ان شاء الله خلال بقى اللحظات اللي جايه يتوافد بشكل كبير الاتحاد المصري بشكل كامل كاعضاء وكرئيس، وايضا كمان مجلس اداره النادي الاهلي يكون متواجد باذن الله. كريم احمد زميلنا من ارض الملعب، بشكرك شكرا جزيلا وخليك معانا، اكيد لو في جديد ان شاء الله هنطلع لك ونشوف اللقاءات معاك، اكيد هتجهز لنا حاجات كويسه. شكرا جزيلا كريم. يعني يمكن اسلام زي ما انت شايف المباراه ماشيه بوضع جيد، يمكن 10 دقائق من دقيقه او دقيقتين من الشوط الثالث، فمعنى كده ان احنا ان شاء الله رايحين على المباراه تقريبا هتبقى متاخر مش في معنى. الموضوع في السيدات اختلف عن زمان كتير، كان زمان الدنيا محسومه بين اهلي وسبورتنج. الاهلي كفته ارجح شويه، ولكن ما كانش فيه منافسه غير اهلي وسبورتنج. حاليا الوضع مختلف كتير، عدد اللعيبه زاد، الاحتراف دخل، الموضوع بقى ما بقاش فيه الجاب الكبيره بين اهلي وسبورتنج وبقيه الفرق. لا، في تامين، في هليوبلس، في جزيره، في صيد، في سبورتنج، في اسكندريه، في سموحه، زمالك حاليا موجود في الساحه. فاللي عايز اقوله ان الموضوع ما بقاش بالسهوله بتاعت زمان، لا الموضوع بقى صعب جدا. عشان تكسب بطوله مش هتكسب ماتش، لا هتكسب ماتش واثنين وثلاثه عشان تكسب وممكن بطوله، وممكن تخسر وتكسب يعني. ما عادش نظام المسابقه اتغير بقى بيست اوف 3 وكده، فالموضوع فعلا بقى صعب. يعني مش معروف مين هيكسب خالص يعني. عليها انت الكلام يعني طبعًا. عليها شايفه نفس الكلام طبعًا ولا؟ طبعا اللي كابتن اسلام بيقوله صح جدا، وده انعكس على منتخب مصر، موضوع فارق جدا في انا سامع ان انتوا عاليه في التجهيزات، عاملين معسكر في القاهره ب 20 لعيبه، والكابتن هاني الالفي كان معانا، و20 لعيبه ايضا في اسكندريه، يعني رقم كبير وعدد ما شاء الله ما كناش نسمع قبل كده في السيدات يعني. بالظبط بالظبط، ده كل ده يعني احنا كابتن ايهاب والجهاز كله اللي معانا، كابتن عمرو عاصم وكابتن طولبه وكابتن شوقي، احنا كل ده بنحاول كمان ناخد الناس اللي يعني الصفوه. بالظبط، احنا لو اخذنا وفتحنا الموضوع في ناس كتير جدا لسه تستحق ان هي تدخل المنتخب بصراحه. فالموضوع اللي كابتن اسلام بيقوله ده انعكس تماما على المنتخب، يعني ان احنا ممكن نشوف المنتخب بعد كده في السيمي فاينال لاي بطوله افريقيه. يعني احنا دايما المنتخب سابع ثامن، احنا بدانا الحمد لله بدانا جدا في الموضوع ده، كنا بندخل تصفيات المنطقه الخامسه الاول. الموضوع كان بالنسبه لنا ضد الافارقه حضرتك عارف جسمانيا والكلام ده صعب جدا. وصلنا دلوقتي احنا خلاص بقينا الحمد لله بنكسب المنطقه الخامسه، كنا وبنتاهل لافريقيا. بدانا الماتشات اللي فاتت في افريقيا بنلعب ماتش ايكوال مع الناس، بنطلع كسبانين انجولا، بنطلع عاملين ماتش ايكوال مع السنغال، الموضوع بيقرب صحيح. خلينا بس ننتهز فرصه الاستوديو التحليل يا كابتن اسلام، وطبعا احنا بنتمنى الشفاء العاجل للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي، طبعا اصيب بفيروس كورونا وطبعا بيغيب النهارده على المباراه. احنا بنوجه له هنا من هنا طبعا كل التمنيات بالشفاء العاجل، وهو حالته كويسه، انا اطمنت عليه الحقيقه بنفسي، والكابتن رؤوف يعني حالته كويسه والحمد لله بيتعافى سريعا، ان شاء الله هنشوفه بعد الفتره القريبه ان شاء الله يرجع تاني مكتبه ويرجع تاني ينور المباريات كالعاده.
طب يعني اجي لك كابتن اسلام يمكن ربنا يخلصنا من فيروس كورونا ده لان احنا تعبنا جدا و هنعمل ايه؟ معلش دي حاجه جدا. يعني معلش دي حاجه يعني احنا يعني موقف كل حاجه يعني. معلش بس لازم نتعامل معاه ولازم يعني الدوله المصريه اللي تتاخر جهدا ان هي طبعا تساعد الناس ان تعدي الازمه وهنكون اوائل الدول ان شاء الله اللي هتخلص من هذا الفيروس تماما يعني ان شاء الله احنا كرديين مخنوقين جدا منه صراحه طبعا يعني معطلنا كل حاجه كل حاجه, كل حاجة. مش عارفين نسافر معسكرات المنتخب هيلعب الاسبوع الجاي منتخب مصر درجه اولى بالظبط منتخب ال 18 بنات واولاد نفس الكلام كانوا رايحين صربيا مش عارفين في كلهم عايزين يلعبوا فرق في مصر وطبعا برضو عشان النقطة دي احنا برضو الاتحاد نحب نشكرهم جدا ان احنا اول مرة في الظروف بتاعة الكورونا زي ما كابتن اسلام بيقول احنا في 6 منتخبات متجمعة دلوقتي صحيح فدي حاجة صحيح. دي حاجة طبعا منتخب الكبير سلة يعني رجال وسيدات والناشئات والناشئين فرقتين هنا وفرقتين هنا مش 6 فرق بس خليني اقول لك برضو ان دي طبعا حاجة كويسة جدا وتحسب للاتحاد وايضا تحسب الاتحاد الافريقي ايضا لان الاتحاد الافريقي اصر بشكل كبير ان هو يكمل المنافسات يعني شفنا اوغندا وصلت اول امبارح تقريبا على ما اتذكر في المنطقه الخامسه وصلت اوريدي خلاص هي على قد ما فيها خطوره انما خلاص هيبقى لايف ستايل بقى خلاص يعني انت لازم تتعامل على ان يبقى في طريقه سلام معينه طريقه تجمعات معينه خلاص هتبقى دي حياتنا بقى. زي اللاعب اللي بيجي له سبين انكل بقى زي اللاعب اللي عنده كورونا انا غلطان يعني للاسف ده نوع من الاصابات ولكن هو المشكله ان انت يعني انت ممكن لو جالك سبين انكل بتقول اي يعني تبقى يعني احنا شفنا صلاح يعني سليم ما فيهوش اي حاجه بوزيتيف كورونا صح فانت كورونا حاجه هيدن مش متشافه بس عامله لك قلق وعامله لك ممكن تخرج الخطوره فعلا انها مش متشافه لان في شخص ممكن يبقى كارير يعني شيء حامل الفيروس وهو مش عارف واللي جنبه مش عارف وبيعدي اللي هي دي خطورتها انما ما تخيل يعني سبحان الله وخلينا نقول ان فرضه يعني شفنا في الموجه الثانيه عدد كبير جدا من اللاعبين تم اصابتهم لانه مع عوده النشاط اكيد بقى في احتكاك بقى في يعني برضه اكيد لعيبه بتتصاب بس اللي شايفينه الاجمل من كده ان بقينا نشوف لعيب بيتصاب ويرجع بعد اسبوعين ثاني وحصل نماذج لدي كتيره جدا في نفس الوقت ما ينفعش اوقف النشاط ولا اوقف البلد ولا اوقف الدنيا عشان خاطر فيروس كورونا يعني لازم الحياه تمشي يعني صحيح طب خلينا نرجع للمباراه الثانيه يا كابتن يمكن يعني نادي الجزيره ما زال حتى الان طبعا ما احناش متوقعين او مش قادرين نحدد هو هيعمل ايه هو لعب مباراه واحده مع التامين مش كافي ان احنا نقدر نحط ايدينا كويس على مستوى السنه دي عامل ايه خلينا نقول ان انت كابتن علي هاشم يعني انت مكانه فريق اللي انت مش عارفه كاسامي ولكن اداؤه في الملعب انت لسه مش متاكد منه هتلعب المباراه ازاي بالاخص في اول 10 دقائق لو انا متابع فرقه الجزيره شفتها مش لازم اكون لعبت معاها ممكن اكون شفتها مره او مرتين اقدر اميز شويه مين التشكيل الاساسي للجزيره تمام وده بحكم معلوماتنا عرفنا نجمع هنقول مثلا ان ريم موسى هي البلاي ميكر الاساسي حاليا بوزيشن 2 نوعا ما شاذة سالم اللي جاي من نادي الشمس تمام بوزيشن 3 ممكن يكون ينحصر ما بين 3 لاعبات رنا همام وجانا بركه برغم صغر سنها وكريمان محمد صلاح كريمان محمد صلاح دي تعتبر بنت من ابناء النادي الاهلي لعيبه ممتازه الثلاثه دول رنا همام وجانا بركه وكريمان صلاح يعني هي اللي ممكن يبتدي بالخبره ممكن شويه ممكن شويه رنا همام اقرب شويه يعني الموضوع قريب شويه بوزيشن 4 و5 او اللاعبات الرجاز في عنده يعني بدائل شويه بمعنى ايه بمعنى انه زينة البرق دي مثلا بوزيشن 4 ممكن تلعب جنبها او كوكي ديبسي دي بوزيشن 4 برضو طب والمحترفه وردوى سالم رضوى سالم المحترفه خمستين بس ممكن يبدا بيهم ودي من ضمن الحاجات اللي بتقولها في اول الحلقه ان هو عنده ممكن يبتدي بالمحترفه كبوزيشن 4 ويلجا يحط رضوى سالم خمسه رضوى او لعيبه انا لو مكان كابتن علي هاشم وشايف لازم ابقى محضر طريقه لعبي للتشكيلات دي لو هو هيلعب بالاثنين طوال يبقى انا لازم اعمل استغل الاثنين طوال ده ان هم هيبقوا تقال ممكن اضغط من اول الملعب ممكن اسرع الملعب فاست بريك دي كلها يبقى انا لازم محضر شايف الراجل هناك بينزل مين يبقى انا عارف ان هروح اي سيناريو حاطط سيناريوهات معاه لازم سيناريو 2 و3 امتى اضغط وانا افضل ان في ماتش فاينل بالذات اضغط من الاول
يعني الفرقه من وجهه نظري انا برضو الفرقه اللي بتركب في الاول بالذات في الفاينل الفرقه الثانيه بتتهز هزه جامده. اختلف معاك يا كابتن في البنات، احنا شفنا 20 بونت فرق بيحصل، يعني مش هختلف معاك، يعني عندي وجهه نظر ثانيه. يعني ما انا قلت لك وجهه نظر لا لا انا قصدي اقول لك ان في البنات بنشوف 20 بونت فرقه تقل على فرقه 20 بونت، وتجيبهم يعني الفرقه اللي هي تحت او متاخره ب 20 نقطه بتعوض في 5 6 دقائق وتطلع ثاني بخمس. يعني قصدي اقول لك ان الجيم بيفضل رايح جاي في انا بتكلم على البدايه انا بتكلم على البدايه ان انا اركب من الاول بضغط من الاول عشان اعمل ضغط نفسي كمان على الفرقه الثانيه. الوضع برده في البنات مختلف شويه عن الاولاد، ممكن بيتهزوا شويه، مفيش الثبات الانفعالي زي الاولاد. فانا شايف ان ده ممكن يبقى سلاح في الاول ان انا اضغط، وانا عندي الكلام ده اقدر اعمله، وعندي بنش اقدر عندي اقدر اعمل الكلام ده، وبعدين اجيب بقى نفس للبنات، ارجع زون شويه، العب مان تو مان ساك شويه، اقدر اعمل الكلام ده. بس انا وجهه نظري في البدايه لازم تبقى جامده. تمام. طب كابتن علي، يمكن كابتن اسلام عمل لنا تحليل رائع في الستارتنج فايف بتوع نادي الجزيره، انت من وجهه نظرك الستارتنج فايف للنادي الاهلي هيكونوا مين؟ هو البدايه هتكون ممكن رانا نبيل عشان هتضغط من اول ملعب كبوين جارد طبعا. بالظبط. تمام. هلعب سوريا وحبيبه حاتم. تمام. ممكن وهلعب بكايلا ومي حلوه. كايلا ومي حلوه ممكن تكون دي البدايه، وممكن يبقى عند كابتن علي هاشم فكر تاني ان انا مش عايز ابدا بالفول باور بتوعي. ممكن عاوز افنش بيهم. يعني حضرتك بتقولي لي اللي هو رنا وثريا وحبيبه حاتم وكايلا ومي حلوه، ده السيناريو لو هو حب يبتدي فول باور. بالظبط. حضرتك بتقولي ان ممكن يلجا لسيناريو اخر. بالظبط. انه يبتدي بتشكيل معين بحيث انه يوفر قوه ضربه للشوط الثاني والثالث والرابع. بالظبط. طب بالزبط. يعني ممكن تشوف التغيير يبقى في ايه؟ انا بتهيألي كايلا، يعني احنا شفناها حتى من الماتشين اللي فاتوا، ماتش هليوبلس 45 يعني دقيقه، والماتش اللي بعد كده انت قولي اربعه بس عشان كايلا هتلعب 40 دقيقه. لا بس كايلا كابتن علي هاشم ريحها في الماتش الثاني لعبه 35 دقيقه، خمس دقائق اربع ثواني يعني من 40 دقيقه ريحها خمس دقائق بس. فيعني قصدي اقول لك ان كلام اسلام صح، هي حاجزه مكان من الاثنين. طبعا هي حاجزه مكان، وكمان هي النقطه اللي انا برضو ما اقدرش اجزم بالخمس لعيبه، ما حدش فينا هيقدر، لان هي ممكن تبقى حاجزه مكان في بوزيشن 3، فكابتن علي يلعب مثلا، يعني هو كابتن علي بيلعبها كمان 3، ما بتلعبش 4 بس بتطلع فوق، هي بتشوت 3 بوينتس. احنا شفنا نسبه 3 بوينتس بعيد، فهي ممكن تبدا، بس هو في الاساس بتنزل 4، في الاساس بتنزل 4 بالظبط. ممكن يبقى التفكير انه احنا عندنا في فرقه الجزيره الاربعايه والخمسايه بتوع فرقه الجزيره، لو رضوى سالم هتبقى هي الخمسايه، هتكون تقيله شويه، فالمحترفه بتاعه الجزيره هتطلع بيها، فهتبقى كايلا اخف شويه. صحيح. فممكن صحيح. تلعب هي بيها من فوق، مش لازم تنزل بيها. طب هي بس خلي بالك لو كايلا لعب بيها كابتن علي هاشم بوزيشن 3 الملعب هيتقل، خلي بالك يعني. الاربعايه والخمسيه هيبقوا اتقل شويه زي ما احنا شايفين على كابتن، لسه التالت والرابع او المباراه التالت والرابع شغاله. وبتهيألي احنا كده رايحين، احنا رايحين كده غالبا الماتش هيتاخر، يعني الكوارت الرابع ابتدى كده بالمنظر اللي احنا شايفين ده، الكوارت الرابع ابتدى، احنا المباراه المفروض الساعه 6، احنا دلوقتي 6 الا 10، لا يعني مع التسخين، لا بتهيألي المباراه هتبقى 6 ونص، ده توقعي يعني لو ما حصلش اكسترا تايم في المباراه دي. فاحنا رايحين غالبا على نص ساعه زياده في الوقت، او هتبقى المباراه الساعه 6 ونص، صح كلامي مظبوط يا كابتن؟ هي المباراه دي اساسا احنا ما اتكلمناش عليها قوي، بس هو ماتش كويس جدا. طب هو يا جماعه الماتش يعني التالت والرابع النتيجه كام لو تقدروا تقولوا لي، بس عشان يبقى انديكيشن لينا اذا كنا هنروح على اكسترا تايم ولا لا. طيب يبقى احنا حطينا اثنين سيناريو، اول سيناريو اللي هو الفول باور، السيناريو الثاني بس انا في حاجه ملحوظه عايز يعني عايزك برضو تقولي لها تفسير، يعني يعني كابتن مثلا نقول لو بصينا على سوريا اول ماتش او الماتشين اللي فاتوا 38 دقيقه وماتش 39 دقيقه، يبقى بنتكلم ان سوريا حاجزه ايضا مكان ل 40 دقيقه. 51 41 مصر التامين فرق 10 بونت، بتهيألي يعني برضو في مع السيدات ما اقدرش احكم اذا كان الوضع لسه الجيم بدري ما اقدرش نحكم، بس 51 41 سكور قليل، واضح ان الجيم دفاعي شويه او في شد عصبي اكتر يعني. فكده عندنا كايلا بتلعب من 35 ل 40 دقيقه وساعات بتلعب ل 40 دقيقه كلها، ونفس الكلام سوريا، ففي اثنين حاجزين مكانهم. بالظبط. هل يا كابتن علي هاشم هيعمل كده النهارده؟ هل هيريحهم؟ احنا كان عندنا راحه يومين ثلاثه، يعني شايفه ان هو الوضع ايه؟ لا هو ماتش نهائي مفيش مجال ان هم يريحوا، لو هم يعني ده ماتش نهائي لازم انا هلعب بالناس بتاعتي. صحيح. بالظبط. هي احنا القصه احنا بنتكلم في تغييره التشكيل علشان هم الاثنين بيلعبوا في كذا بوزيشن،
قصدك المانوفر باللعيبه بتاعتك. بس خلي بالك يا كابتن برضو معلش احنا لما بنبص كده على الوقت اللي لعبوه في المباريات اللي فاتت، عندنا سوريا لعبت 39 دقيقه، ده اخر مباراه المباراه اللي قبل الاخيره 39 دقيقه. عندك رنا لعبت 39 دقيقه، اتكلم اولموست 40 دقيقه. كايلا لعبه 45 دقيقه للمباراه كلها تقريبا. عندك جنة لعبة 23 دقيقة. عندك مي حلوة 39 دقيقة. إذن في أربع لعيبة تقريبا بيخرجش الملعب. طب خلينا نشوف المباراة الأخيرة بقى. نفس الكلام، عندك سوريا 38 دقيقة، عندك مي حلوة 30 دقيقة، عندك كايلا 34، عندك بس بعد كده ما فيش حد دخل في الثلاثينات. يعني يمكن المباراة التانية وزع الحمل شوية كابتن علي هاشم لما لقى النتيجة ستيبل يعني. بس على الأقل في ثلاث لعيبة أو أربع لعيبة تقريبا ما بيطلعوش الملعب. بالظبط. هل ده يعني هيقدر النهارده يعمل كده كابتن علي لان برضه هيبقى مجهود جامد، ولا شايفه انه لازم يغير البنش وينزل اللعيبه يبقى في مانوفر اعلى؟ لا، هو اللي حاصل ان هم من ناحيه يقدروا، هم يقدروا، هم اخذوا فتره راحه وحصل استشفاء كامل الفتره اللي فاتت بعد الماتش الاخير. فهم من ناحيه يقدروا وهم يقدروا. طب كابتن علي استاذن حضرتك، هنرجع نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل، ولكن هنروح لزماننا كريم احمد بالارض الملعب ولقاء مهم مع المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري. اتفضل يا كريم. بجد التحيه لك من جديد يا كابتن هيثم وكل نجوم الاستوديو التحليلي، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، منتظرين بقى ان شاء الله صفره الحكم بانطلاق نهائي منطقه القاهره الاهلي والجزيره. لكن بيسعدنا اكيد ومن ضمننا في هذه اللحظات المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله. برحب بيك طبعا يا كابتننا ونور قناه النادي الاهلي، ومجهود كبير كالعاده طبعا بالنسبه لتنظيم البطولات وتحديدا للسيدات النهارده. ان شاء الله بنتمنى يكون في جيم قوي يليق باسم النادي الاهلي وايضا كمان نادي الجزيره. اهلا وسهلا، منورين. طبعا ده نهائي القاهره، واحنا برده كاعضاء مجلس اداره الاتحاد موجودين بنتابع، لان احنا يعني الحمد لله ربنا اكرمنا ومخلصين الموسم بتاعنا، الدنيا ماشيه كويس، خلصنا كل بطولاتنا وابتدينا الموسم الجديد. حصل توقف بس عشان الاجنده الدوليه، اذا كان منتخب الاول رجال او منتخب 18 اولاد وبنات، لكن منطقه القاهره استغلت التوقف ده تلعب نهائي السنه اللي فاتت. مجهود طبعا مشكور ليهم. النهارده الاهلي والجزيره في النهائي، حاجه كويسه ان احنا نشوف الجزيره ابتدت ترجع تاني، يعني حاجه كويسه. اعتقد الثالث والرابع بيقول ان الماتش الجاي يعني ملوش مقاييس، فنتمنى التوفيق طبعا للاحسن، والنهائي يليق بمنطقه القاهره والاتحاد المصري لكره السله. بيبقى اكيد في صعوبات في الموسم، وكمان تحديدا لما بيبقاش في ازمه زي ازمه كورونا يمكن بتعمل ازمه كبيره جدا على كابتن عبد المطلب. تعاملتوا مع الامر ده ازاي، وان البطوله تستكمل بهذا المنظر وبهذا الشكل وبهذا النجاح يحسب اكيد المجلس بالكامل. بص، هو نهايه الدوري اللي فات طبعا احنا كنا يعني كانت الدنيا اهدى شويه من دلوقتي، احنا داخلين في البيك بتاع او ذروه الكورونا، يعني الهجمه الثانيه ديت او المرحله الثانيه. اتمنى ان يعني السلامه لكل المصريين مش رياضيين بس، وتعدي علينا على خير ان شاء الله. في اخبار كويسه طبعا بالنسبه للعلاج والكلام دوت، لكن الدنيا بالنسبه لنا كان منتخبات صعبه جدا جدا جدا، ويعني الاخبار احنا خايفين على الولاد جدا، لان اي حد هيحصل له اي حاجه مفيش وقت انك انت تعمل ريكفري. احنا شايفين المنتخب الاول كوره صلاح والنن، يعني الدنيا، فالناس كلها لو سمحتوا خلوا على بالكم، خلوا بالكم، هي مش موضه وخلصت. الكورونا مرض مقيم، ان شاء الله يبقى له دواء، بس في الفتره الحاليه احنا كلنا خلي بالنا على بعض. اتمنى بس القاهره يعني واخده قرار جريء يكملوا البطوله. شايف اللعيبه كلها حاطه الفيس ماسك، ما حدش بيسلم، يعني حاجات بدائيه مش كتيره، بس على الاقل بنقلل نسبه انتشار العدوى. المنتخبات زي ما بقول لحضرتك كده هنطبق من نظام البابل زي ما اتطبق في الام بي اي. مش عايز اقول لك الاشتراطات اللي طالبها الاتحاد الدولي غير طبيعيه. والولاد يمكن المنتخب الاول هيخش من بكره ولا بعده معسكر مغلق لغايه نهايه التصفيات في اخر نوفمبر، ونفس الكلام هينطبق على منتخب 18 ولاد وبنات. فيعني هنعديها، واتمنى ان احنا نعديها كلنا باقل خسائر ممكنه. الوصول للقمه يمكن سهل، لكن الحفاظ عليه يمكن امر صعب جدا. انا بتكلم على تحديدا على السيدات النادي الاهلي، الحصول على الدوري المرتبط، دوري السوبر النهارده كمان لو يمكن حققوا بطوله المنطقه هيبقى الثلاثيه. مجهود كبير اكيد مع الازمه اللي فاتت دي، تحسب اكيد للجهاز الفني واداره النادي الاهلي يا كابتن. بص، هو الجهاز الفني للاهلي طبعا كابتن علي هاشم مدير فني منتخب اشتغل معانا كتير، فهو يعني عنده ثقل في الحته دي. السنه اللي فاتت واخد بطولتين من ثلاثه، مع ان النهائي كان صعب، لكن قدر الفريق
مع جهاز طبعا ان هم يتداركوا الموقف في المباراه الثالثه وينهوا لصالحهم. عارف ان جابوا محترفه قويه جدا، ما شفتهاش انا، يمكن النهارده جاي اتفرج عليها اشوفها عامله ازاي. في بعض الغيابات، لكن الجزيره برضو جايب اجنبيه، ضم ريم موسى، فالفريق برضو موجود على مستوى المنافسه. يعني ورقيا نظريا الافضليه للاهلي، لكن الملعب ما فيش حاجه مضمونه. اللي هيعرق وهيتعب وهيجتهد وهيركز ويكون التوفيق طبعا معاه هو اللي هيكسب. نتمنى بقى ان احنا في الاخر نهني اللي يستحق المكسب بغض النظر يعني مين حصل ايه، لكن ان شاء الله الافضل يفوز باللقب. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا يمكن. اتفضل يا كابتن عايز. معلش انا كنت يعني برضو كنا محتاجين نسال المهندس محمد عبد المطلب اذا كان عدم طبعا شراكة منتخب مصر، او انت عارف منتخب مصر عنده معسكر في صربيا، ولكن الغاء المعسكرات دي، بس خلاص ان شاء الله هنعرفها منه في لقاء تاني ممكن بعد الماتش ولا حاجه. كلمنا عن المباراه دلوقتي، الاخبار ايه، النتيجه كام، فاضل قد ايه من الوقت؟ يمكن الكوارتر الثالث خلاص يمكن على وشك الانتهاء، الكوارتر الرابع خلاص يبدا يعني على ما اعتقد بشكل كبير. يمكن النتيجه بس انا مش شايفها عشان ورايا كابتن عيسم، يعني يمكن التامين هو اللي متقدم، ويمكن حتى الكابتن عبد المطلب بيقول المباراه دي تديك بقى اشاره ان الجيم اللي جاي يمكن لسه الامر يعني مش محسوم، لان هليوبلس فرقه مميزه جدا، لكن الحقيقه التامين عامل جيم كويس جدا. واخد كمان بقى من كلام يمكن المهندس محمد عبد المطلب طبعا، وهي كايلا طبعا المحترفه ادائها رائع ومميز جدا يا كابتن هيثم، بتلعب في مركز 4 و5 مميزه جدا، وتحديدا في الثلاثيات، ويمكن انت كنت مالك الثلاثيات طبعا مع كابتن اسلام علي النهارده. لو كانت موفقه، وهتبقى موفقه ان شاء الله في امر الثلاثيات ده، هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، يعني باكيد يمكن اشاده كبيره. وبنشكر النشاط الرياضي بشكل كامل ومجلس اداره النادي الاهلي، العين الخبيره ما بتكون متواجده يا كابتن هيثم، امر بيكون مهم جدا، الكل بيساعد طبعا لمصلحه النادي الاهلي مع الكوكبه المميزه جدا اللي عاملها كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الاهلي، خبرات ويمكن عناصر صغيره موجوده في الفريق، وكمان محترفه مميزه. كل الامور دي ان شاء الله باذن الله تساعدنا نشوف جيم يليق باسم النادي الاهلي، وباذن الله لعبتنا النهارده ان شاء الله تحافظ على الثلاثيه. مستمرين معاك يا كابتن عيسى، وانا معاك لو في اي استفسارات يا كابتن كريم. احنا بنشكرك وان شاء الله نرجع لك لو في مزيد من اللقاءات ان شاء الله برضو، يعني يا ريت تبلغنا، ونبقى سعداء جدا لما نعرف حتى استعداد الفرق بالشكل العام للموسم الجديد. بشكرك شكرا جزيلا، ونرجع لك تاني اكيد كريم احمد زميلنا من ارض الملعب. يمكن عليها كلام المهندس محمد عبد المطلب برضو يعني غطى امور كتير، يمكن قال انه طبعا كورونا مأثره على الوضع العام، ولكن في عندنا ادفانتج كويس جدا يا اسلام، ان احنا كان عندنا دوري كويس استمر واستؤنف، بطولات بتتلعب، فده هيستعوض المعسكرات الخارجيه. وشفنا الفرق المصريه في كره القدم سواء النادي الاهلي او سواء نادي الزمالك وصلوا فاينل في الوقت اللي فرقه المغرب كانت ابعد منا عشان استئناف الدوري عندنا، فهل النشاط المحلي ده يعني يغني عن المعسكرات؟ هو طبعا ما فيش شك، بس هو في الاخر برضه حقنه مسكن يعني، لكن هو في البدائل المتاحه قدامك طبعا ده احسن حل يعني، ولكن في طبعا الافضل في الاحتكاك الخارجي طبعا. انت مهما احتكيت هنا انت بتعمل محترفين ليه في الدوري؟ يعني انت بتدخل محترفين ليه في الدوري؟ عشان اقوي نفسي، عشان اكنك سافرت لعبت بره، بتجيب الخبرات اللي بره يلعب معاه، فلا بديل عن المعسكرات الخارجيه او البطولات الخارجيه الدوليه والرسميه والوديه، ولكن عشان طبعا الظروف اللي الدوله كلها فيها والرياضه متوقفه، فكون ان انت تستأنف في ظل الظروف دي طبعا يعني قرار كان كويس جدا وايجابي جدا جدا، وبيأثر بالايجاب طبعا على المنتخبات. طب كابتن اسلام، خلينا برضو ارجع لنقطه مهمه، يمكن مهندس محمد عبد المطلب قالها في لقائه، ودي اللي احنا اشدنا بيها المحترفه كايلا، قلنا طبعا واحنا قلنا ان مستواها ما شاء الله عالي وليفل 1 لعيبه من الطراز الاول. وخلينا اقول ان دي سياسه النادي الاهلي دلوقتي، ان شفنا اليكس يانج فريق الباسكت نفس الكلام، شفنا في الطايره، شفنا في كل الالعاب بقى الهاندبول نفسه، اسامه الجزيري، سندس حشانه في السيدات كره اليد، شفنا لعيبه من طراز معين. النادي الاهلي غير استراتيجيته تماما، اصبحت استخدام لعيب اجنبي بيبقى لعيب اجنبي ليفل 1 حتى في كره القدم. شايف ده ازاي؟ شايفه انعكس على الفرق ازاي؟ ما هو انت اصل برضو مجال المنافسه في الباسكت مختلف، مع احترامي الكامل للفولي والهاندبول يعني، طبعا مجال المنافسه في الباسكت مختلف تماما. يعني انا دلوقتي الفولي والهاندبول هتلاقي المنافسه منحصره ما بين فريق واثنين، الباسكت لا، الوضع مختلف، ست فرق بتنافس، ست فرق، الست يقدروا يكسبوا. فالفيصل هنا ايه؟ في جاهزيه الفريق طبعا بشكل عام، وفي قوه دعمك، الفريق اللي هيتوفق في محترف كويس طبعا 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 طبعا. فده اللي مخلي الاهلي ماشي في السكه دي، ان انت يعني عايز. حتى المهندس محمد طول ما بيقول لك انا جاي اتفرج على كايلا النهارده، يعني قصدي اقول لك ان محترفين النادي الاهلي اصبحوا محط انظار
طبعا كل الفرق ومحط انظار الاتحاد نفسه ان هو بيبتدي يشوف الله لا ده في لعيبه جامده جايه ليفل 1 بتلعب في الدبليو ام ماني ماني توك يا كابتن انت تقدر دلوقتي تجيب لعيب محترف محترم بفلوس عاليه. بس اختلف معاك برضو يا كابتن اسلام، مش ماني بس، مش موضوع موضوع فلوس بس، لا الموضوع موضوع دوله. يعني انت دلوقتي الاستقرار اللي شايفاه مصر والبلد الامن والامان الحقيقه والدوله بقى ليها شكل كبير جدا، سمعه كبيره جدا، بتخلي اللعيب من دول. وانت عارف الاجانب لما كانوا بيجوا كان بيسال الاول انا رايح فين، جاي على مصر؟ لا مصر بيخش يقرا ويشوف هو جاي على فين. فالموضوع مش بس فلوس، لا وكمان وضع دولي. دي العوامل الخارجيه، دي العوامل الخارجيه. لما بنتكلم على ما يخص النادي نفسه كعوامل داخليه، انت لو حاطط رقم كويس هتقدر تجيب لعيب كويس. بس انا هزود بقى على كلامك وكلامي حته، ان انا الرؤيه الفنيه بقى بمعنى ايه؟ اختيار اللاعب. ان انا ممكن ابقى جايب لعيب بملايين، بس فنيا ممكن طريقه لعبه مثلا مش راكبه مع الفريق، فهي زائد الفلوس طبعا. الرؤيه الفنيه وازاي اقدر انا بتفرج على لعيب مثلا هايلايت بتاعته كويسه، بس مش ما هو ما فيش حد بيحط في الهايلايت بتاعته حاجات وحشه. صحيح. بيحط احسن حاجه. انا كمدرب او انا كراجل بتفرج على هايلايت المحترف عايز اجيبه، مش ببص بس انه جاب كام بونت، لا ببص اشوف طريقه لعبه عامله ازاي. صحيح. بيجري ازاي، مناسبه اللي انا في دماغي مع الفرقه ولا لا. فدي طبعا عوامل تانية مهمه جدا، مش موضوع فلوس بس. صح معاك في الحته دي. بس انت سلم من بعد ما بطلت وبقيت مدير فني بقى الموضوع الوضع اختلف تماما. انا نفسي ابطل بقى الشغلانه دي وارجع العب تاني. بص الموضوع سهل جدا يعني، بس اتمرن لك 10 سنين وترجع تلعب. لا لا احنا ممكن نوقف كابتن اسلام على 3 بوينت بس، مش محتاج يتمرن. هو انا كل ما اخش الملعب الاقي بيلعب فرقته وهريهم بيكسبهم طول الوقت. يلا صفقه جديده اهي لو سيب وانت بس انا. طب علي يمكن هرجع لنفس النقطه، الاجانب وليفل 1 وكمان انت ما زلت حتى الان بتعملي طبعا في النادي الاهلي، مدربه فريق 10 سنوات في النادي الاهلي، وكمان في الجهاز الفني 12 سنه انا اسف، وفريق 18 سنه كمان، وفريق الجهاز الفني منتخب مصر الكبير. اختيار اللعيبه او اللاعبين في النادي الاهلي بقى في دنيا في حته ثانيه خالص. تتفق معايا في الكلام ده ولا لا؟ طبعا طبعا طبعا. يعني هو اصلا نرجع يعني لو احنا بنتكلم في قصه المحترفين او المحترفات في مصر، فده خلى ان احنا دلوقتي بنتفرج على فرقه هليوبلس ومصر التامين مع احترامي ليهم، معاهم محترفات هما الاثنين. فالموضوع صحيح. موضوع فتح جدا، اهلي، سبورتنج، جزيره، مصر التامين، شمس، هليوبلس، سموحه، كل الناس بقى معاها محترفات. الموضوع ده فرق جدا، لان كمان الموضوع بينعكس علينا انه بنشوفهم هما بيعملوا ايه. يعني في حاجات بسيطة دي بقت أساسية في أي رياضة، ستريتشات، تلج بعد الفكر نفسه اتغير. بالظبط، الفكر اختلف تماما. احنا بقينا نشوف الناس دلوقتي خلاص بقت اللعيبة كلها عارفة يعني ايه هعمل ستريتش بعد الماتش، يعني ايه هحط تلج، يعني ايه هنزل ايس باث، يعني ايه معايا الفوم رول. صحيح. عشان عضلاتي. الموضوع ده زي راح نفسي، زي خلي بالي على نفسي، الحاجات دي بقى لانه احتراف. بالظبط، احتراف. بالظبط كده. بس ده 100% هينعكس على المنتخب. انا من غير ما افكر، اكيد دوري كويس جامدين 100% هتلاقي المنتخب في حته ثانيه. بس اول اختبار مهم هي بطوله افريقيا اللي جايه للمنتخب بعد تصفيات المنتخب الخمسه. بتهيألي دي اول اختبار حقيقي هيكون لمنتخب السيدات، ويمكن انت عارفه مالي ونيجيريا والسنغال الناحيه البدنيه جباره. طبعا طبعا جبارة. هي الفروق احنا يعني كايلا دي في مثلا في السنغال 12 زي كايلا. هم كلهم كلهم كايلا. يعني كلهم كايلا. حتى نفس الاسم دي حقيقة. كلهم كايلا. فطبعا لا هو طبعا الموضوع بيبقى جسمانيا، بس زي ما قلت لحضرتك احنا قربنا. وزي ما قلت زي ما كابتن اسلام برضو قال ان كابتن علي توفق جدا في اختياره لكابتن ايهاب كونجا، لان انا شايفه برضو من وجهه نظري. صحيح. ان مهم قوي السنه دي اكتر سنه المدرب الاحمال هيكون فارق جدا الموضوع، لان الفرق السيزون ضرب في السيزون اللي بعده، حصل فتره توقف كبيره جدا، راحه سلبيه تامه، وده ما كانش بيحصل. صحيح. مفيش راحه. فالدخله اللي جايه هتبقى عامله ازاي في ظل ان فجاه هوب احنا هنلعب ماتشات المنطقه، هوب هنريح تاني، بعد كده هندخل تاني. فمخططين الاحمال عليهم جزء اكبر من اي سنه السنه دي. البدني عموما بيصغر يعني الفروقات الفنيه. البدني يعوضها وضع طبيعي. خلي بالك دي لقطات برضو يا كابتن لسه من ارض الملعب، واضح ان المباراه لسه شغاله. الجيم الرابع او الكوارتر الرابع احنا قاعدين مع المصريين. ما هو للاسف ابعتت لنا عشان هو انتوا طبعا منورينا وشرفنا. بس خليني اقول لك انه يعني بطوله القاهره الناس بتقول يعني بطوله القاهره الوضع ايه؟ لا بطوله القاهره اغلب الفرق القويه فيها، يعني هليوبلس حامل اللقب كاس،
السنه اللي فاتت، شارك في بطوله القاهره، النادي الاهلي حامل السوبر شارك، يعني يمكن ناقصنا بس سبورتنج وسموحه. انت زود على بطوله القاهره ثلاث فرق اسكندريه، خلاص هو ده الدوري. يمكن سبورتنج وسموحه، مين الثالث؟ مين الثالث في اسكندريه؟ اولمبي. على اولمبي لا قصدي اقول يعني، لا انا بتكلم طبعا مع كل احترامي على مستوى السيادات اللي على مستوى البطوله، يمكن اللي كان وصل في البطوله بره او وصل الفاينل السنه اللي فاتت كان سبورتنج وسموحه كمان في الكاس. بس خليني اقول سموحه إن وصل فاينل سيدات كاس مصر. كاس مصر انا بقول لك، كاس كان سموحه وكان في الدوري السوبر كان سبورتنج. قصدي اقول لك ان انت ناقصك فرقتين من فايزا، هي تعتبر كانها دوري عام مصغر واستعداد جيد للفرق. وانا بقول اللي ما شاركش بطوله القاهره الحقيقه السنه دي خسر كتير طبعا لان هي استعداد كويس جدا للسوبر. طيب كلمنا عن موقفنا في السوبر ايه يا اسلام، يعني هل الفرقه ماشيه كويس في السوبر؟ هل الاخبار ايه؟ هل ابتدينا ما ابتديناش؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ كلمنا عشان الناس، انا عارف طبعا ولكن عشان الناس تبقى عارفه. الدنيا في الاول طبعا مجاميع، وبعد كده هيبقى بيجي بس في 3 بس احنا لسه في الاول يعني مرتبط. هي انا فاهم احنا لسه في المرتبط بنلعب وكل متوقف دلوقتي بسبب المنتجعات المنتخبات. هو بس المنطقه استغلت الفتره دي ان هي تخلص الفاينل بتاع الموسم اللي فات، يعني حتى منطقه السنه دي لسه ما بداتش، بتاعه السنه اللي جايه لسه ان شاء الله. طب وهو المرتبط، يعني لو قلنا على المرتبط مثلا، يعني احنا الحمد لله شغالين كويس وبتاع، شايف حظوظنا ايه؟ هل احنا كمرتبط السنه دي عندنا الدنيا كويسه؟ هل شايف حظوظ النادي الاهلي ايه في دوري مرتبط؟ هو احنا عندنا حظوظ شويه عالية. بحكم ان احنا بحكم ان احنا عندنا فريق 16 سنه فريق كويس مرتبط السنه دي 16 سنه مرتبط السنه دي 16 سنه عندنا فريق كويس. وصعب لسه ان انت تلاقي الفرق المنافسه عندها كبار وصغارين كويسين. فحتى لو احنا عندنا مثلا المنافس، بيتهيألي يعني المنافس الرئيسي بالنسبه لنا هيكون سبورتنج مثلا، سموحه اكتر لانه فرقه الدرجه الاولى بتاعتهم فرقه كويسه والناشئين بتاعهم كويسين جدا. احنا حتى فرقه الصيد 16 كويسين جدا برضو. كنا انت قصدك ان عشان حد يجمع بين كبار وصغارين مش هيبقى يعني هتبقى ممكن اغلب الانديه هيبقى عندهم حاجه من الاثنين كويسه بالظبط، انما النادي الاهلي جامع الاثنين بالظبط. فاحنا عندنا شويه الكفه رايحه ناحيتنا شويه ان شاء الله في بطوله المرتبط دي باذن الله. طب وشايفه دلوقتي على الساحه بعد التنقلات اللي حصلت، الفرق الكبار يعني اللي انت شايفه ان هم هينافسوا بقوه في الموسم سواء في المرتبط او في السوبر او في الكاس، شايفه الفرق ايه؟ اهلي، سبورتنج، سموحه، هليوبلس، دول الاربعه تمام احنا قلناهم. هل شايفه حد طبعا الشمس والصيد فرقه محترمه جدا جدا. هي فاجئتيني الصيد، يعني السنه دي عاملين فرقه كويسه. لا فرقه كويسه جدا وفي منهم عناصر كويسه جدا تحت 18 سنه كويسين جدا موجودين في منتخب كابتن شريف عزمي وكابتن ياسر بيستعين بيهم في الدرجه الاولى. ففرقه الصيد فريق كويس قوي، ونفس الكلام فريق الشمس كويس جدا. هو النقطه اللي مخلياني اقولهم بعد الاربعه ان هم لسه مجالس الاداره ما جبتهمش محترفات. واحنا متفقين ان المحترفات بتاخد الفرق في حته اعلى شويه من اللي هم فيها. فلو الفرقتين دول جالهم محترفات هيطلعوا عادي جدا كده، هيبقى كويسين جدا، هيطلعوا جدا. وده بتهيالي يعني رايحين زي الولاد يا اسلام، بتهيالي يعني الولاد 6 فرق بتنافس، البنات بعد الاحتراف ما اتعمل او السيدات بعد الاحتراف اتعمل. شايفين دلوقتي خريطه البنات اتغيرت تماما خالص. انا عايز اقول لك على معلومه، نادي الاتحاد السكندري لا دي مفاجاه، عمل فرقه سيدات. عمل فرقه سيدات بقاله موسم اهو. انا بص، بقالي باسكت بتاع 25 سنه يعني لعب اكتر من كمان 30 سنه يمكن ما سمعتش عمري عن فريق سيدات. بدأوا بيلعبوا في دوري القسم الثاني. هم عشان لازم بالظبط عشان احنا عارفين طبعا صح كده. محمد مصلحي لو حط موقف في دماغه، لو حاج محمد مصلحي صرف على سيدات الباسكت نص او ربع ميزانيه صرفه على اولاد الباسكت سنتين وهتلاقيهم في الدوري. كابتن محمد مصلحي تعب وهيعمل كده تعبنا في الباسكت. هيجيبهم. بس عايز اقول لك ان لا بس هنتكلم امانه، الاسكندريه بتخش طبعا فبامانه. يعني انا سعيد جدا بالمعلومه اللي انت قلتها لي دلوقتي ان الاتحاد الاسكندري بيأسس لفرقه سيدات. هو اوريدي اسس خلاص، هو بيلعبوا دلوقتي. هو كده لازم هيبدا من تحت. طبعا هو دخل ده طبعا فزي ما كابتن بيقول لك يعني اديله سنتين ده بالكثير، سنتين هتلاقي معانا فوق. وعمال برضه صفقات ويخطف منها. هو ده طبيعي. لا طبعا احنا يعني نادي الاتحاد نادي كبير ونادي احنا بنكرر له كل الاحترام. وفي كره السله كمان دخوله في السيدات اكيد هينعكس على المنتخب بشكل يعني اوتوماتيك، وده حاجه بنحيي عليها الحاج محمد مصلحي وكابتن محمد مصلحي. طيب خلينا نعرف، عايزين نعرف برضو لو ينفع كريم يبقى فرد الملعب يقول لنا اخبار الماتش ايه، الدنيا رايحه فين،
الوقت بقى له قد ايه عشان نبقى برضو عارفين بالتقريب. بعد اذنكم عشان نبقى عارفين برضو الدنيا اخبارها ايه. كنت حابه اضيف فرقه التامين برضو، مصر التامين ما اقدرش ابعدهم عن الموضوع. زي ما كابتن اسلام قال الخريطه اختلفت خالص، احنا شايفين اهو فرقه مصر التامين بتلعب وهم معاهم محترفه برضو. صحيح، برافو عليك. فرقه مصر التامين معاهم محترفه كويسه جدا، بتلعب لعب سهل، مش قويه جسمانيا بس بتلعب سهل الممتنع، السهل اللي هو السهل الممتنع اللي بيقولوا عليه. بالظبط زي سندس في الهاندبول كده. ده انت كمان بتعرف على الهاندبول. اكيد. طيب خلينا نرجع نستكمل كلامنا عن التحليل الفني، ولكن بعد الفاصل نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، نرجع نكمل كلامنا الفني عن مباراه نادي الاهلي ونادي الجزيره في نهائي بطوله منطقه القاهره اللي بتقام على الصاله الفرعيه باستاد القاهره الساعه يعني بنقول 6:30، بس نطلع فاصل ونرجع تاني. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اروح لكابتن عليا، كنا بنتكلم اثناء الفاصل عن نادي الجزيره، هيفكر ازاي كابتن عماد موسى المدير الفني لنادي الجزيره لو انت مكانه نازله المباراه، شايفه هتعملي ايه عشان تحدي من خطوره النادي الاهلي؟ هو كابتن عماد بيكون عنده طريقه شويه في الدفاع، ان انت بتاخد وقت شويه، يعني ان انت مش عارف هو بيلعب زون ولا مين، يعني مش فبتضطر تلفف لعيب عشان تعرف تكتشف القصة. لو لعيب لف معاك يبقى مان تو مان، لو ما لفش والتزم بمكان يبقى زون. بالظبط. فعلى بقى ما اللعيب يسمع كابتن علي هاشم هيقول له ايه، هيبقى فات مثلا هجمتين، فدي مشكله شويه في الموضوع ده، لان كابتن علي بيلعب نوع ميكس من الدفاع ما بين المان تو مان والزون. بالظبط ممكن تاخد وقت عقبال ما اللعيبه تفهم نوع الدفاع. بالظبط. صعب شويه ان هو يضغط من اول الملعب، لانه يعني الاهلي عنده شويه من البراح، انه بالظبط مع احترامي يعني بنات الجزيره، بس في منهم بنات صغيره، بنات فهيبقى بالظبط ما عندهمش خبره شويه ان هم يضغطوا على الناس بتوعنا، فهيبقى صعب شويه الضغط من اول الملعب. ده بالنسبه للدفاع. بالنسبه للهجوم برضو حاجه كويسه كابتن عليا، معلش هم بلغوني طبعا في الكنترول ان النتيجه او مباراه الثالث والرابع اللي لسه شغاله، فاضل حوالي اقل من 3 دقائق، والنتيجه 65-58 لهليوبلس، وتقريبا خلاص يعني دقيقه او اثنين ان شاء الله والمباراه دي مصر التامين، انا اسف مصر التامين اللي طلعت على هليوبلس 65-58 زي ما قلت لكم. يعني احنا قلنا يمكن في الكوارتر الرابع كان فرق 10 بونت، قلنا ما فيش حاجه اسمها يعني 10 بونت في السيدات دي بتتعوض بسرعه، يمكن السيدات الريتم اعلى كتير جدا من الرجال، بالتالي برضو يا كابتن زي ما شايفين ممكن الماتش ايكوال، والحقيقه مفاجاه ليها مصر التامين. يعني هليوبلس فريق عنده خبرات وعنده محترفين ومعاه جهاز فني كويس، كل ده بيأكد كلامنا. انت هليوبلس ده بطل الكاس السنه اللي فاتت. بالظبط. لا والاهلي تأهل لنهائي القاهره بشق الانفس معاه يعني 2-1. لا انا قصدي اقول لك ان هليوبلس بطل الكاس السنه اللي فاتت وبيلعب ثالث ورابع منطقه مع التامين وخسران وفاضل دقيقتين. ده يقول لك ان الدنيا فعلا بتغيرها. الخريطه اتغيرت. طبعا. بس خلينا برضو نقول يعني ندي فرقه اليوبلس شويه حقها في قصه ان هم جم على الماتش ده كان 1-0 اساسا للاهلي. يعني هم يعني هليوبلس يعني قبل التوقف كان 1-0 للاهلي. فهم جم برضو على التكمله دي. بالظبط. وهم دلوقتي عندهم برضو اصابات كتيره جدا في فرقه اليوبلس. عندهم فريده علي، ده برضو منعكس عليهم في المنتخب، يعني فريده علي عندها ايه؟ فريده عندها كسر في صباعها. عندنا ندى. بالظبط. عندنا ندى جاسر عندها مشكله في ظهرها، ربنا يعني يعفو عنهم. يا رب. وعندنا نوره الدبيكي كانت منتقله من الشمس الهليوبلس برضو عندها اصابه. فعنده ثلاث لعيبات مهمين. بالظبط. فعنده ثلاث لعيبات مهمين مصابين. بالظبط. فبرضو الموضوع ده ممكن يكون مؤثر معاهم. بس ارجع اقول لك برضو يا كابتن معلش، يعني انت برضو انت فرقه يعني ايا كان، مع الاهلي عنده 4 اصابات. ده لا يقل ابدا من نادي هليوبلس. يعني انا قصدي اقول لك ان زي ما بيقول اسلام ان انت ممكن اصابه او اثنين تاثر معاك، بس انت لو عندك بنش اربع اصابات وبنلعب فاينل. طبعا مفيش مشكله. يعني بس وهو كمان عنده حاجه برضو كمان، ان هو فريده ونهى مش معاه. صحيح. يعني هو كان بيلعب نهائي الكاس معاه فريده ونهى،
فدلوقتي صح. كمان مش معاه وكمان مع ذلك قدر يكسب 95-93 خد ماتش من الاهلي واضطرينا نروح لجيم ثالث في الصاله عندنا. لا طبعا ما هو ده ما بيجيش من الفراغ، بيجي من نتيجه شغله. وكمان انا عارف ان هليوبس الجهاز الفني اتغير السنه اللي فاتت بعد ازمه كورونا بعد يعني كان في جهاز فني وتم تغييره كابتن وائل دياستي وجي كابتن ايهاب الالفي. بالظبط يعني قصدي اقول لك برضو ان كل فرقه بيبقى ليها ظروفها، ولكن انت بتبقى لو يعني لو معاك فرقه كامله زي ما بيقول اسلام 16 لاعيبه او 14 باللي بيطلعوا من تحت، فانت ما عندك مانوفر عالي جدا جدا جدا. طيب انت قلتي دلوقتي انه نرجع للمباراه، انت قلتي ان كابتن عماد بيلعب دفاع ميكس ما بين الزون والمان بالزبط. فده هيبقى متعب لينا شويه انت بتستبعدي انه يضغط من اول الملعب لانه ما عندوش بنش بلايرز. طيب تحت الحلقه هيتصرف ازاي؟ لانه مان يمتلك يعني حلقتين بيمتلك الملعب، عنده تحت الحلقه هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ لا تحت الحلقه يعني شاندرا ورضوى سالم هي برضو يعني هم هيتحملوا المباراه كامله 40 دقيقه هيتحملوا لان هم متعودين يعني هم بيلعبوا متعودين يعني ما شاء الله يعني هم واخدين على 40 دقيقه بالظبط هم متعودين. يمكن احنا ما عندناش احصائيات الاهلي يعني يمكن عندنا احصائيات بس الجزيره ما لعبوش عشان الجزيره ما لعبش بالظبط الجزيره ما لعبش فاحنا برضو دي برضو حاجه كابتن علي بالظبط كابتن علي كمان مش هيبقى اتفرج عليهم خالص يعني انا يمكن رحت اتفرجت عليهم كان ماتش ودي ماتشات وديه مع منتخب بس كابتن خليني اشيد بحاجه انا قريت خبر من يعني الساده المشاهدين برضو خليهم يشاركونا قريت خبر ان الاتحاد السله اسس ل زي الاحصاء. هتقولي طب ما الكلام ده قديم؟ لا الكلام ده الحقيقه مش قديم، كان زمان الاحصاء الاتحاد اكبر الانديه يكون عندها يعني مسؤول عن الاحصاء في الفريق ان هو يعمل احصاءات للعيبه والموضوع فردي يعني كل نادي اللي عنده امكانيه بيقدر يجيب سوفت وير وبيقدر يجيب احصائي في الـ في الـ في الجهاز. بقى الموضوع الاتحاد السله عمل حاجه كويسه انه هيعمل فريق كامل من الاحصائيين زي الحكام هيبقوا تابعين للاتحاد وهم اللي هيروحوا يعملوا الاحصاءات ويسلموها للاتحاد وتنزل على الويب سايت بتاع الاتحاد. الحقيقه الموضوع ده مهم جدا وطبعا الموضوع ده يعني يا ريته كان يجي من بدري، كان في اجيال كتيره جدا بطلت يمكن احصائياتها كانت تبقى حاجه كويسه لو موجوده. دلوقتي انت كلاعب او كفرقه بره مصر عايزه تتعاقد مع لاعب محترف هنا في مصر بتقدر تخش على يعني برضو انا عايز ضيوفي يشاركوني بتخش على الويب سايت بتجيب اللاعب مثلا اسلام علي بتشوف احصائياته ايه ارقامه كل حاجه بتبقى جاهزه. فالحقيقه دي حاجه كويسه احنا بنتكلم على الاحصاء يعني احنا ماتش الجزيره اهو الجزيره مش لاقيين لها احصاءات بعد كده لا الموضوع هيبقى فيه وهتقدر تخش تعرف احصائيات الفرق ايه وانت رايكم ايه في الموضوع ده؟ صح صح دي حاجه كويسه جدا طبعا الاتحاد بداها. طب كابتن معلش 65-62 وفاضل 30 ثانيه مصر للتامين 65-62-30 ثانيه ومصر للتامين هي اللي ليد بيتهيألي ممكن يروح لاكسترا تايم عادي خالص يعني 3 بونت بيتهيألي. طب الكره مع مين يا جماعه؟ 30 ثانية. الفكرة كلها انه يعني شايفة كلوز جيم يعني كرة مع هليوبلس كلامك صح ممكن نروح على اكسترا تايم يعني يعني لو جابوا باسكت حتى جيم في الملعب بالظبط انا ليا وجهة نظر في موضوع الاحصاء انا شايفك مستني عايز انا مستنيك سايبك تتكلم براحتك في الحتة دي بس انا ليا وجهة نظر معاكسة. هو موضوع مهم في ان انت تجمع داتا عن فرقة عن حاجات حصلت بالفعل ولكن عين المدرب انا وجهه نظري اهم بكتير لان في حاجات الاحصاءات ما بتكتبهاش بس على الاقل عندك 80% ماشي بس يعني. في حاجات في ادوار خفيه للعيبه ما بتتكتبش في الورقه. طب يا كابتن اسلام يعني يرضيك انا لاعب مثلا انت مثلا لاعب محترف لعب في مصر عايز ابعت احصائيات يعني كايلا انا السي في بتاعي عندي ما انا بقول لك اهو الاحصائيات مهمه عشان ايه؟ انت بتبعت بيانات لحاجه حصلت بالفعل بالظبط ولكن انت عايز تقيم لعيب فني لا مش هقدر اقيمه الارقام بس لازم اشوفه. الله ينور عليك كلامك صح انا طبعا. يعني في ادوار خفيه بس بمعنى الارقام 80% طب اشرحها لك بحاجه بسيطه انت هتفهمني بسرعه بس انا عايز الناس تفهمني انا دلوقتي راجل ماسك مثلا مهاجم المهاجم ده عدى مني البيفوت جاي يقابل فاضطر البيفوت انه يقابل ان اللعيب ده يرمي الكوره اي كلام على الحلقه فالبيفوت المهاجم وضع طبيعي هيروح يلمها انا اللي اتعدى مني لما اروح اعمل بوكس اوت مش مكتوبه في الاحصائيات اروح اعمل بوكس اوت للراجل امنعه انه يخش يجيب الباور مش مكتوبه في الاحصائيات دي تتكتب في ايه؟ تتكتب ايه؟ تمام دي بقى دي بس 80% انا اديتك مثال صغير بس 80% تفاصيل اللعبه كتير 80% من الارقام هتديك انديكيشن صح والله الارقام 80% انا كلامك صح انا معاك لعيبه باسكت وعارفين بس انا بقول لك ان 80% على الاقل عندك حد ادنى يا اسلام من الارقام تقدر تبني بيها على حساباتك حد ادنى لحاجات حصلت بالفعل صحيح انما مش تقييم ما اقدرش اقيم بيها لا بس انا تساعدني في التقييم
ايوه تساعدني في التقييم. أيوة. طب هيبقى الوضع احسن ان انا ما عنديش ارقام خالص. لا لا مهمه بس هي مهمه. وخلي بالك يا كابتن عليا برضو انا ما بقولش ان هي مش مهمه. انا بقول هي مهمه ولكن الاهم عينك انت كراجل بتدير فرقه. وعشان كده الاتحاد قال الاحصاء هتبقى ارقام وفيديوهات عشان النقطه اللي انت بتقول عليها ارقام وفيديوهات. فيعني انا اللي اقصده ليك يا كابتن يقدر النادي ياخد الارقام والفيديوهات دي من الاتحاد. ايوه مع الويب سايت هتبقى. والجميل كمان انه بقى انه فريق زيه زي الاتحاد زي الحكام بياخدوا ماتش الخطا او المستيك اللي اتعمل قبل كده اللي انت سبتها للانديه. طب والراجل بتاع الاحصاء اللي بيعمل الخاص بالنادي يروح فين؟ ده للنادي انت حر ان شاء الله تجيب 10 احصائيين. ما انت بتشوف الام بي اي وفي اوروبا دوري ابطال اوروبا بيبقى المدرب قاعد بيجي له على طول كاس عالم. كاس عالم انت بنفسك احصائياتك حاجه أوه. انت بتزود يا اخي انت حر. انما هي الفكره كلها ان انت بقى عندك ودي خطوه كويسه يعني طبعا. يعني قصدي اقول لك ان يعني الموضوع ده يا ريته كان من زمان. يعني انا واحد من الناس لعبت مستوى دولي وكذا ومحلي كتير ما فيش ارقام رسميه. انت يا كابتن هيثم مش محتاج حد يكتب. لا يا حبيبي لا انا بتكلم على لا كلنا مش هيثم يعني بقول مثل والله بس كلنا كنا محتاجين الارقام دي. فهي حاجه حلوه كمان اللي هيبقى للاحصاء يا كابتن اسلام تبع الاتحاد هو اللي بيبعته مع الحكم. يبقى انت بتبعت حكم او حكام طبعا حكام وتبعت معهم الاحصائي وهيبقى اكيد احصائيين مش هيبقى واحد. لا هو ما ينفعش واحد هو واحد لازم واحد يملي وواحد يسجل. برافو عليك. واحد لا واحد شغال مع فرقه وواحد شغال على فرقه وكمان هيبقى فيه فيديوهات. يعني معنى كده ان انت عندك اكويبمنت كامله بالزبط. وهيبقى عندك سوفت وير. قصه كبيره على فكره مش سهله يا اسلام. قصه كبيره وهي فعلا انا كنت مهمة. لسه قاريه الخبر بتاع حضرتك ده ان هي الدوره بتاعتهم مش الجمعه او السبت. وعلى فكره اي حد عنده حد قدم الباسكت يقدر يشتغلها. انا لسه كنت بكلم كابتن رحاب بقول لها انا رايحه عشان احنا بس لازم نبقى ملمين شويه بالموضوع ده حتى انا مش هشتغل فيه ديتيلز بس اكون فاهمه الناس دي بتعمل. بس المهم يا كابتن عليا ان الموضوع ده يتنفس. يعني كويس ان احنا نبتدي بس المهم انه يتنفس. ويتنفس بايه؟ ان انت محتاج شركه كبيره وانا عندي اخبار ان الشركه دي شغاله. 67 كام يا جماعه؟ 64 بتهيألي كده فاضل 16 سنه. الكوره مع مين؟ الكوره ما احنا مش واضح الكوره مع مين ده في تايم اوت. ما هو يعني ايا كان 67 64 كده 3 بونت و16 بونت ما سواء على الهواء ده هو اللي احنا شايفينه تايم اوت. فاحنا بس لما يرجع الكوره من التايم اوت هنعرف الكوره مع مين. 3 بونت التامين 3 بونت التامين 16 ثانيه 16 ثانيه. واضح ان هليوبليس هجم ما عرفش ياخد بالظبط زي ما انا توقعت. هليوبليس هجم معلش يحط باسكت اوتسايد للتامين فالكره مع التامين فعلا 16 سنه. بتهيألي كده الامور صعبه. يعني لو الكره مشيت وحصل فاول ما احنا يعني احنا مش في ارض الملعب فاحنا مش عارفين. خليني ارجع لحته الاحصاء يا كابتن. تمام. انا بهنيك ان انت رايحه لان دي حاجه كويسه جدا. واتمنى حتى اللي انت لو شايف حد بروميسنج عندك برضو يا اسلام خليه يروح لان دي هيتدرب على سوفت وير جديد. لان اكيد الاتحاد مش جايب الناس تتمرن على سوفت وير قديم او برمجيات قديمه. يمكن دي اللقطه الاخيره في المباراه. يمكن لو تعرضوها لنا يا جماعه وتبقى على الشاشه ما فيش مشكله. يعني ناخد تبقى على الفول سكرين تبقى كويس. يعني نشوف اخر هجمه دي هتبقى كويس. ايوه شكرا جزيلا. دي اخر لعبه 16 سنه بيعدي محترفه بيحاولوا يعملوا فاول واخد بالك. كان لازم فاول من بدري. في فاول من بدري. حتى بتعترض هي من بدري. بتعترض ان عماله تضرب ومفيش فاول بيتصفر. بس هو بيني وبينك هو الفاول ما يتصفرش. يعني فاول برضو حنين يعني فاهم ازاي. انت في الوقت ده ما انت برضو كلاعب خليني اعلق على النقطه دي برضو اسلام يعني معايا استاذ في الحته دي. انا لو يعني انا اسف لو عملت فاول تقيل شويه هلاقي نفسي بضيع الماتش خالص. هيتحسب فاول متعمد. فاللاعيبه او اللاعب بيبقى قلقان شويه ان هو ايه يعمل فاول. ف يعني مباراه الحقيقه دي ثواني مباراه ثواني بس المباراه رايحه على 9 ثواني خلاص. وده كابتن ايهاب الالفي طبعا بيتكلم على الحكام في 9 ثواني وتقريبا تو شوتس مع المحترفه او لعيبه المصري التامين. بتهيألي الدنيا نقوه جابت واحده بتهيألي الدنيا كده خلاص يا كابتن علي ولا ايه يا اسلام؟ كابتن ايهاب الالفي شعره ابيض لما اشتغل مع البنات ما كانش كده بقى الاعصاب الاعصاب يا كابتن اسلام يعني. فحتى بص التوجيهات بيتكلموا مع بعض. بحب انا اللاعبات وهم في الملعب يا اسلام مختلفين يحطوا السيناريو. انت كنت لعيبه كبيره ولعبت على مستوى كبير واسلام نفس الكلام مش محتاج كوتش طبعا نحط السيناريو لو جالنا هنعمل كذا بس في اوقات في الاخر كده ممكن ما يبقاش في تمام وتسلم هنعمل ايه سجلنا هنعمل ايه لازم الخبرات تشتغل هنا ولازم البوينت جارد يقول هنعمل تالي اول واحده اول كوره ضيعتها فطبعا يعني بتهيالي لسه في الكلام كلام سجلت لها كده شكرا يا اسلام بتهيالي ولا ايه عليها لا يعني ممكن لا صعبه عايز هجمه سريعه وترجع تاخدها يعني لازم تخلص باسكت فبتهيألي الامور يعني بتهيألي الامور صعبه مصر تقريبا غالبا فاول خلاص كده فاول لا كارت خلاص جيم كده خلاص بتهيألي كده كده مصر التامين بيحتفلوا
68 64 بنقول طبعا لمصر للتأمين 1000 مليون مبروك. بنقول طبعا لفريق هليوبوليس هارد لك، ادى مباراه كبيره وكمان طبعا عمل مباراه في السيمي فاينال مع النادي الاهلي كبيره، بنقول له هارد لك الحقيقه برضو يعني جو حلو يعني على قد ما نقدر حاولنا ننقل لكم اخر كوره، كانت اخر كوره مهمه الحقيقه. شايفك عايز تقول حاجه يا كابتن؟ هو برضو التامين برضو عندهم حصل تغيير في المدرب، كان معاهم كابتن هاني، كابتن هاني مدرب قدير وهو دلوقتي في ماسك 16 مع كابتن عماد محمود، كان هو اللي شغال معاهم واستلمهم كابتن هدهود. يعني كابتن هاني انتقل في الزمالك مع كابتن عماد محمود؟ لا، انتقل منتخب مصر. منتخب هو مصر. كان كابتن هاني طول عمره ماسك فريق مصر التامين، فاحنا برضو نبارك له هو وكابتن طبعًا. مصطفى طبعًا. دكتور مصطفى نبارك للاثنين، الاثنين لان هم الاثنين اللي بنوا الفرقه بالظبط كده. بالظبط كده، فانا بس كنت حابه ان انا لا برافو عليكي، وهي كل 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 يعني كل صاحب حق ياخده يعني، وده طبعا في الاخر بيصب المنتخب مصر بالزبط. وخلينا اقول ان كابتن عادل موسى اللي هو طبعا مسؤول عن كره السله في مصر التامين، الراجل يعني باسكت قديم ولاعب كره سله، وهو اللي اسس كره السله في مصر للتامين دكتور عادل موسى. والحقيقه لما يعني تبنى كره السله في مصر التامين خرج لنا لاعبات ولاعبين كتار، ودي حاجه اكيد كويسه. نرجع لماتشنا خلاص تالي الورم اب، احنا بنتكلم النهارده الماتش زي ما قلنا 6:30، يعني الماتش هيبقى ورم اب نص ساعه، ممكن يبتدي 7. خلينا نقول برضو انه يعني بتهيالي انت كنت لعيبه وعارفه لما بقعد فتره بتهيالي بيبقى فيه يعني انا المفروض ابتدي الماتش 6 ابتدي 7 يحصل ايه؟ صح. فانا قلقان من البدايات، ممكن تبقى تروح للجزيره تروح للاهلي ممكن يحصل خلل في البدايات، كلامي صح ولا انا غلطان؟ بس احنا يعني خلينا متفقين كابتن ايهاب اكيد في الملعب ومتابع الماتش او لعبات الاهلي. انا اسف علي انا بقطعك يعني لا كتير، لا بس خالص احنا خالص الصوره هي السيد يعني زي ما بيقولوا. فطبعا لعبات الاهلي نزلوا طبعا وزي ما احنا شايفين نزلوا طبعا لعبات النادي الاهلي لارض الملعب، وبالتالي واضح بشكل اللعبات اللي هم بداوا تسخين بدري. اتمنى ان شاء الله ان ده يعني تاخير المباراه ده يبقى ينعكس بالسلب على اللاعبين سواء هنا او هنا، يعني تبقى اللاعبات كلها في قمه تركيزها، لان الواحد لما بتتاخر المباراه ساعه عن ميعادها بيحصل شويه يعني خمول، ولا ايه رايك كابتن؟ لا طبعا اذا كان احنا قاعدين هنا في الاستوديو قلنا ان الماتش مش هيبدا في ميعاده، فاكيد كابتن ايهاب كان شغال معاهم يعني قايل لهم امتى هتبداوا او امتى لا اقعدوا شويه ما تقوموش دلوقتي ما تربطوش تشد دلوقتي مع الماتش اللي قبله تشد يعني لا واكيد كان عازلهم بره لان هم عشان ما يفصلوش ان هم يتفرجوا على الماتش ده اكيد صحيح. كانوا معزولين يعني بره يصلوا صحيح. بقى وكده يشوفوا هيعملوا ايه لغايه ما يبقى نور علي طلعت موجوده احدى اللاعبات المصابات ربنا يشفيها ان شاء الله تكون بالسلامه موجوده وده نوع من المؤازره بروح كويسه جدا ان هي حتى شايفينها بالجبس هي واقفه ربنا ان شاء الله يقومها بالسلامه ان شاء الله بصراحة. طب اسلام قول لي يعني برضو انت كمدير فني طبعا منتخب فريق شباب ان شاء الله طالما قريب نشوفك في المنتخب باذن الله سولو يعني تستحق ذلك باذن الله. خلينا نقول انه لما بيقابلك مباراه شده كده وكلوز جيم اللاعبات اللي بيتفرجوا عليها بيتشدوا ودي كانت يعني مشكله انا بالنسبه لي اصلا وانا كنت بلعب كنت بروح اوضه اللبس عشان اعزل نفسي تماما ما اتشدش مع المباراه. انت كمدير فني المفروض تعمل ايه يعني مع المباراه اللي قبل منك؟ لا انا يعني انا اسلام انا نفسي ما بتشدش. لا ما انت كنت اسلام انت لاعب لكن انا عارف الاحساس ده كويس وعارف ان في لعيبه بتتشد طبعا فلا بكنترول قوي قوي على الاولاد لما بنبقى قاعدين كده وفي ماتش هنلعب واحنا اللي وراهم بتاخدهم بره بقى وضع طبيعي بيتشدوا ومركزين مع الماتش واخدهم لا تعالوا بقى حتى لو يعني حتى لو انا عملت المحاضره لا هجيبهم بره ونتكلم في اي حاجه اي حاجه اخرجهم بره تركيزهم في الجيم ده يبقى يصلى كل الشده دي في ماتشنا اتشد زي ما انت عايز في جيمك كل تركيزك ال 100% من تركيزك على جيمك انت ما تضيعش ان شاء الله 1% من تركيزك على جيم تاني. تعرف ان ده بيضيع ماتشات طبعا انت مشدود وبالذات لو ده سيمي فاينل وده سيمي فاينل بقى ايوه صح هتلعب انت عايز تكسب عشان تلعب دي مثلا مش بقى هتكسب عشان ايه طب انا هعمل ايه مع الفرقه يا عم طب شوف جيمك دلوقتي احسن صح. فهو لا لا الموضوع فعلا بيشد شد واللعيبه اللي عندها خبرات بتعرف تكنترول يعني حتى لو مدير الفني تشد بتلاقي اللعيبه الكبار يلا يا جماعه لا يلا تعالوا بقى نقعد هناك عشان دي سمه صدقني والله انا مش ببالغ ضيعت بطولات منا زمان. خلي بالك الموضوع في امور كتير جدا بعيد عن النواحي الفنيه بتكسب وبتخسر زي ايه دي من ضمنها زي ايه مثلا زي دي ماشي خلاص ايه تاني من ضمن طبعا الحاجات اللي بتكسب وبتخسر الروح اللي ما بين الجهاز واللعيبه غير اللعيبه واللعيبه دي قصه ثانيه غير اللعيبه واللعيبه الجهاز واللعيبه دي قصه ثانيه خالص برافو عليك طول ما المسافه قريبه طول ما انت قريب من المكسب برافو عليك حط بقى ايه يعني تحتيه دي 10 خط طول ما المسافه بتبعد
لاي سبب من الاسباب طول ما انت بتبعد عن المكسب. خلي بالك كابتن اسلام دي لقطات حيه للساده المشاهدين من ارض الملعب لاحماء اللاعبين واللاعبات طبعا احنا بنقول لاعبين عادي ولكن هم اللاعبات طبعا ولقطات حيه وبنشوف طبعا التسخين بس عندي ملاحظه على التسخين ان الفرقتين مركزين جدا 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 انا شايف الجزيره نازله عايزه تكسب لانه طبعا بطوله وعملت قبل كده طلعتنا من كاس مصر السنه اللي فاتت فالحقيقه ليه لا هتقول لك طبعا انا محتاج اكسب ونادي الجزيره طول عمره نادي بطوله يعني متهيألي يا كابتن حقه طبعا حقه يعني طبعا حق مشروع وشايفين التركيز طبعًا في تسخين كمان يعني طبعا البدايه تفرق جدا جدا مهم جدا البدايه في التشكيل وفي التوفيق للفريقين اكيد طبعا انا هنتكلم على ما يخصنا طبعا فريق النادي الاهلي احنا يهمنا جدا طبعا التوفيق بتاع ربنا بس لو حصل في تركيز في البدايه في التشكيل من كابتن علي محضر هيعمل ايه مع شويه توفيق في البدايه فالبدايه مهمه جدا. طب كابتن اسلام انت تحبذ كابتن علي هاشم هسال السؤال ده لحضرتك والكابتن عليا كمان انت تحبذ ان كابتن علي هاشم يبتدي بالفول باور في الجيم ده ولا انا بحب العب فول باور لو انا مكانه هبدا فول باور كابتن علي نفس الكلام يلعب فول باور هو ماتش هو ماتش يعني مش هقول لحضرتك مثلا احنا هنلعب بيست اوف 3 فالنهارده اشوف واجرب هو ماتش لازم انزل فيه بالرغم من ان هو حتى في الفول باور عنده فرايتي برضه. طيب هناخد بقى الكرسي الثاني كابتن عادل كابتن عماد موسى انا اسف هيبتدي ازاي؟ هل هيبتدي فول باور ولا يمتص صدمه الاهلي الاول وبعد كده ينزلوا اللعيبه التقال؟ ما هو نفس الموقف انا ده ماتش واحد وفاينل انا الصح انا وجهه نظري انا العب فول باور نفس الكلام يا كابتن نفس الكلام يعني ويبقى قدام عينيا ال 40 دقيقه الروتيشن هيبقى عامل ازاي صح. على حسب البدايه اللي على حسب لازم يبقى قدام عينيا لازم يبقى قدام عينيا من البدايه تمام. مش اللي بيحصل بقى في الجيم في تغيرات افهم من كلامك كده يا كابتن افهم من كلامك ان في ثلاثة او أربعة حاجزين مكانهم في اول خمسة يعني لو من وجهه نظرنا من وجهه نظرنا عندنا مي حلوه عندنا كايلا عندنا ثريا عندنا رنا دول اربع لاعبات في النادي الاهلي بشكل كبير في نادي الجزيره نروح نادي الجزيره عندنا غالبا شازا ريم موسى دي اثنين حاجزين مكانهم مين تاني يا كابتن شاندرا المحترفه شاندرا ورضوى تمام ومين تاني رضوى سالم دول برضو اربعه حاجزين مكانهم في نادي الجزيره ده بشكل كبير هتبقى الدنيا كده طيب بالزبط. خلينا نقول برضو حته تانيه مهمه الرميات الحره احنا ما تكرقناش ليها في الكلام ولكن دي بتحسم مباريات النهائيه ده ملعب طبعا. انت قلت نقطه كويسه ده ملعب محايد لا ده اكيد اتمرنوا عليه امبارح ولكن دي مش فتره كافيه طبعا. النسبه هتقل الفاول جيم شايف الموضوع ده مؤثر ازاي النهارده يا كابتن ان اكثر تركيزا واكثر هدوءا واكثر كنترول على نفسه هو اللي هيكسب الجيم لان الموضوع مش جاب كبيره انت شايف ان وان سايد جيم لا الموضوع قريب جدا القصه كلها ان انت مركز قد ايه فتره طويله من الجيم نفس الكلام يا كابتن علي طبعا هي النقطه عندنا احنا ان الاهلي ممكن يبقى عليه ضغط شويه بحكم ان احنا النادي الاهلي ما عندناش بالظبط ما عندناش يعني احنا كل الناس بتقول ان بالورق فريق الاهلي كذا وكذا وكابتن عماد من اكتر الناس اللي في حياتي اتمرنت معاهم او عرفتهم من اكتر المدربين اللي ما بيحطش بريشر على لعيبته خالص كابتن عماد موسى كابتن عماد مدير فني نادي الجزيره بالظبط ما بيحطش بريشر على اللاعبات خالص راجل لطيف جدا جدا خلي بالك مهم جدا من طبعا. عوامل المكسب طبعا ان اللعيب يلعب في ارتياح وهو بيلعب معلوش ضغط هو طبعا مش معلوش ضغط يعني هو كابتن عماد مش ما بيحطش ضغط هو ما بيحسسش اللعيب بالضغط ان في ضغط خالص انما هو طبيعي في ضغط انما انا كليدر فرقه او كمدرب فرقه لو وصلت اللعيب بتاعي انه يلعب بارتياحيه ومعلوش ضغط مني انا كمدرب نجحت. فني نجحت بنسبه كبيره جدا نجحت. انا ده عامل مهم جدا حررت اللعيب من الضغوط طبعا انا مقتنع بده تماما 100% حتى احنا كنا هنتكلم في نقطه اوفنسيف لكابتن عماد ايه اللي بيحصل كابتن عماد كمان دي لو انا مكان كابتن علي هاشم او الناحيه الثانيه هو بيلعب ما عندوش بقى خطه واحد واثنين وموشن والكلام ده خالص هو بيلعب لعب سبيسنج لعب سهل جدا فانت ما بتبقاش عارف يخلق مسافات مين هيتحرك بالظبط لو الكوره راحت هو كابتن عماد بالظبط طريقته كده جدا انا لو يعني احنا هنشوف في الماتش مع بعض بس خلي بالك يا كابتن ده سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين ازاي ان انت لو عندك لعيبه امكانياتها عاليه هتبقى عندها حلول لو لعيبه امكانياتها مش عاليه فانت محتاج تعمل سيستم يلعبوا منه هم متعودين على فرقه الجزيره متعوده على كده جدا هم بالظبط بيريدوا يرياكتوا انا لو دريبر لو الكره راحت الناحيه دي الاربعه التانيين هيتصرفوا ازاي لو الكره راحت الناحيه دي الاربعه التانيين هيتصرفوا ازاي هم متعودين اصلا على اللعب ده هم متعودين حتى بس عايز اقول لك الموضوع ده بيبقى صعب الدفع عليه قوي ما هو ده اللي بقوله ان كابتن علي هيبقى عنده مشكله شويه في القصه دي ان يعني هو مش عارف مش يعني احنا مش هيبقى عارف فهيبقى هو الديفنس البيزك ديفنس البريشر ديفنس هو اللي معمول
هو ده اللي هيتلعب. صحيح يعني طبعا هتبقى مشكله. وانت يعني بتهيألي برضو حتى يعني على مستوى الولاد مش السيدات بس او الرجال، الفرقه اللي بتلعب 2 مانز بلايز و3 مانز بلايز وبيبقى ما لهمش شكل في الهجوم ثابت وحافظين بيعملوا ايه بتبقى متعبه جدا جدا. انا بمرن فرقتي على ريد اند رياكت الفتره دي كتير جدا. جميل اوفنسيفلي جميل جدا ديفنس. صعب جدا ديفنسيفلي. صح. هو ده اللي بقوله. هو ده اللي بقوله ان احنا هنجيب عندنا هو مفيش بقى سيت بلاي كتير. لا ممكن تلعب يعني ممكن تحفز فرقتك مثلا واحده او اثنين ثلاثه ماكسيمم لو احتجت لهم في سيتويشن معين. انما اللعب حتى وانت جاي ترانزيشن اوفنس 5 على 5 على 5 ترانزيشن اوفنس العب بنفس السيستم ده سكرينهم بول روتيشن والكره لو راحت هنا فالناس تعمل ايه نفس بالزبط. ما كابتن عليها بتقول بالظبط ده الباسكت السهل السريع. طب انت لو لقيت فرقه بتلعب كده يا كابتن انا من وجهه نظري ما اعرفش يعني وجهه نظركم ايه انا العب فول كورت يعني اوديه نص ملعبي وهو اخرجه بره اخرجه بره يعني عشان كده احنا قلنا من الاول وكابتن اسلام قال ان الاهلي هيضغط الناس من الاول خالص يضغط الناس لان هم قوتهم تحت الباسكت فاحنا مش عايزينهم يوصلوا للقوه بتاعتهم اللي تحت الباسكت اوصلوا نص ملعبي وهو بره تركيزه خالص لانه انا لو وصل نص ملعبه وبالطريقه اللعب اللي انت الكلام اللي انت قلته ده ربط الكلام اللي احنا بنقوله ببعض انت دماغك حاضره وما شاء الله عليك يعني بذاكر والله بكتئب. لا اصل احنا قلنا في اول الكلام ان احنا لازم نضغط نخرج فرقه الجزيره عن سيستمها فهو فعلا زي ما كابتن علي قالت ان هو بيلعب كده بيلعب فري وقلنا العكس بصعب الجزيره تعمله. الجزيره لو ضغط محتاج بنش جامد بالظبط هيبقى عنده مشكله ممكن يبقى عنده فاول ترابل ممكن يبقى عنده اللعيبه عملت 3 4 فاول هيبتدي يخرج بره حساباته خالص. واحنا عندنا برده كايلا لازم تخلي بالها من فاولاتها شويه. انت شايف انها بتعمل فاولات قويه هي قويه بتلعب وبتلعب لعب وشويه بس يا كابتن اقول لك على حاجه بقى. انت بتاعت باسكت بقى ومين يعني الاحصائيات اللي قدامنا دي هي لعبه 45 دقيقه ولعبه 40 دقيقه يعني لعبه ماتشين كاملين الماتشين قبل كده عامله يعني البيرسونال فاول يعني ما فيش يعني البيرسونال فاول يعني كان يخرجها يعني هي لعبه فول تايم. لا انا شايف ان هي لا مش هت مش دي ما عندهاش مشكله يعني بس هي المشكله ان هي شويه في حاجات بتهرب منها شويه في حاجات بتهرب منها بالظبط. وبعدين هو كمان هي غلبانه في ان هي ما بيجي على حساب الدفاع برضه يا كابتن ياسر يعني هي لما ما تعملش فاول كتير ما بتدافعش. بص يا كابتن بيرسونال فاول هي عملت لا ثلاثة في ماتش اليوبلس أيوة الاولاني صح. مثلا تمام ايوه بيتهيألي ثلاثة برضه يعني انت بتلعب في الكريتيكال شويه وبرضه في الثانية حاطه برضه ثلاثة فاول كلامك مظبوط. ما هو ثلاثة على مستوى 40 دقيقة مش حاجة وضع لا كويس انها تلعب 40 دقيقة تعمل ثلاثة فاول بس ده يبين لك ان هي ممكن ما تكونش بتدافع. بس يا كابتن برضه مع لعيبة زي دي مش هتدافع ما شاء الله ليه هو برضه بيني وبينك ما تقدرش تلعب 40 دقيقة تدافع وتهاجم برضه ما هو انت مش مكان يعني لازم هيبقى في جزء هيجي على حساب جزء طبيعي. بس هي النهارده هتلجأ شويه لان بيفوتات الجزيره ممكن ممكن يخلوها شويه تعمل فاولات وده هيبقى مشكل يعني ده هيبقى مشكل اكيد طبعا كابتن علي والجهاز الفني يتكلموا معاها في القصه دي ان هي ما تبقاش متسرعه لان زي ما كنت هقول ان هي غلبانه شويه في القصه دي لان الرولز مختلفه طبعا مختلفه في الان بي الموضوع اجريسيف شويه عن شوية. هنا اول ما هتعمل الفاول ده هيتصفر فاول فده لازم تخلي بالك بالظبط. انا شايف انه لو لا قدر الله عملت 2 فاول في اول المباراه هيضطر كابتن علي هاشم يسحبها وفي الحاله دي هيبقى البدائل بقى البدائل هنا بقى البدائل خاصه برضو نور مش معانا فهتبقى البدائل في طبعا لعيبات كتير كويسين طبعا بس انا بتكلم على الثقل تحت الحلقه والريباوند كانت نور بتجيب بتاع فهتبقى عندك مشكله يعني احنا يمكن عاملين حساباتنا كلنا على كايلا ولكن لا قدر الله انا لو قلت يا كابتن هيثم لو انا حصل عندي فاول انا ككابتن علي لو حصل عندي فاول ترابل مع المحترفه او مع اي حد من البيج مان اللي تحت الحلقه واضطريت العب اطوال اقصر في الحاله دي لازم اغير سيناريو ممكن ابتدي بقى اسرع الجيم اضغط من قدام. طب كابتن اسلام ايه رايك نطلع ارض الملعب نشوف الاخبار هناك نروح للزميل كريم احمد من ارض الملعب يقول لنا الاجواء والتسخين والدنيا ماشيه ازاي اتفضل يا كريم. بجد تحيه لك من جديد كابتن هيثم السعيد كابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كل جمهور النادي الاهلي يمكن خلاص بقى نقدر نقول اقل من 3 دقائق وتنطلق مباراه بطوله منطقه القاهره طبعا الاهلي والجزيره. لكن قبل ما اتكلم طبعا على المباراه والاجواء والكواليس هيبقى معايا طبعا واحده من نجمات النادي الاهلي كابتن نور علي طلعت نقول الحمد لله على السلامه والف سلامه عليك طبعا غياب اكيد الفتره اللي فاتت بنقول الف سلامه وجمهور النادي الاهلي بيقول لك الف سلامه قول لنا بس ايه اللي حصل انت شايف جبس في ايدك كده طمنيني وطمني كل الجمهور.
الله يسلم حضرتك، ميرسي وشكرا لكل جماهير النادي الاهلي. كنت رايحه تمرين في يوم وعملت حادثه بالعربيه، يعني في عربيه قدامي لفت كده، كنت بحاول اتفاداها بس الحمد لله ان هي جت على قد كده، وان شاء الله خلاص قربت رحله العلاج ان هي تخلص، فاضل اسبوعين ان شاء الله وافك الجبس وابدا التاهيل ان شاء الله. السلام عليك. طبعا دورك اكيد كان كبير بالنسبه للموسم بالكامل وكمان بطوله المنطقه، انتوا حققتوا دوري المرتبط ودوري السوبر ان شاء الله النهارده باذن الله تكتمل الثلاثيه. قولي لي المعنويات بالنسبه للعيبه عامله ازاي، مركزين ازاي، وهدفكم اكيد البطوله دي. طبعا هي يعني البطوله دي بتاعت السنه اللي فاتت، بس احنا كان مهم بالنسبه لنا قوي ان احنا ناخدها ونبدا بيها السيزون الجديد. هي فاضل كان فيها ماتشين بس كنا يعني واخدينها كاستعداد للبطوله، التوقف دوت يعني عشان نرجع لبطوله المرتبط، والحمد لله يعني بنأدوا اداء مشرف وناخد بيه البطولات الكتيره بتاعت السنه دي ان شاء الله. خلاص لحظات وهتبدا المباراه باذن الله، لكن لو في رساله بتقوليها لكل اللعيبه او انت قلت لهم ايه قبل المباراه دي، ان شاء الله باذن الله الفوز يكون مع لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله طبعا الفوز، وهو هم طبعا كلهم جايين مستعدين، دي اول بطوله في السيزون الجديد باللعيبه الجديده اللي احنا جبناهم السنه دي والصفقات الكويسه جدا، فان شاء الله نعمل ماتش حلو وتبقى بدايه موفقه للسيزون ان شاء الله. ميرسي لحضرتك. ميرسي. اكيد بنشكر طبعا نجمه من نجمات النادي الاهلي كابتن نور علي طلعت، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون متواجده مع فريق النادي الاهلي. لحظات بسيطه جدا يا كابتن هيثم باذن الله، ونسيب بقى كل جمهور النادي الاهلي يتابع نقل مباشر وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي لنهائي منطقه القاهره بين النادي الاهلي ونادي الجزيره. عوده ليك يا كابتن هيثم من جديد. كريم شكرا جزيلا، يعني يمكن لقاء مهم مع نور علي طلعت، بنقول لها الف مليون سلامه، ان شاء الله ترجع احسن من الاول. اتعرضت لحادث طبعا زي ما احنا عارفين، حادث سياره، ولكن اصرت النهارده ان شاء الله تكون مع الفرقه، واكيد دي حاجه يعني بتبقى بوش جامد جدا. شفنا دينا عمرو كانت معانا الحلقه اللي فاتت وقالت قد ايه ان هي بتيجي معاهم الماتشات، وده بيبقى دافع. يمكن نفس الكلمه اللي انت قلتها اسلام، الناحيه المعنويه الروح ما بين الفرقه، دي حاجات مش ملموسه ولكن هي مهمه جدا جدا لاداء الفريق. الباسكت كفنيات مهم، لكن ما هوش اهم حاجه، في حاجات كتير مهمه جدا من ضمنها الروح الفرقه، العلاقه اللي بين اللعيبه وبعضيها، العلاقه بين اللعيبه والجهاز، حاجات كتير قوي عامل المكسب مش باسكت بس. يعني يمكن عاليه يعني واضح ان الحادثه كانت جامده، نور طبعا يعني اضطرت تعمل عمليه وتركب شريحه ومسامير في ايديها، الحمد لله انها قامت من السلامه اصلا من الحادثه زي دي. يعني بتهيألي وجودها في مباراه زي دي دعم معنوي جامد جدا للفرقه. طبعا 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 الفرقه لما نبقى ملمومين، اللمه دي بتفرق جدا في الماتشات. وجود نوره، وطبعا عايزه اقول لها الحمد لله على السلامه، خضتين عليكي. صحيح. بس الحمد لله عدت يعني، وان شاء الله ربنا يرجعها بالسلامه ان شاء الله، واحنا مفتقدينها في المنتخب كمان يعني. ان شاء الله. يلا توكلنا على الله يعني الملاحظات ان شاء الله الكابتن علي والجهاز واللعيبه باذن الله ان شاء الله. يلا نتوجه ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله نتوجه لارض الملعب الى طبعا الصاله رقم 3 باستاد القاهره عشان ننقل احداث المباراه، مباراه نهائي منطقه القاهره لكره السله سيدات النادي الاهلي ونادي الجزيره، الى هناك مع معلقنا الكابتن احمد علي مناع، فالى هناك. Thank you.